تبدو أظافري مذهلة. من الصعب الحصول على المقياس الصحيح، لكنه ممتع. أجل طبعا، ما هذه؟ إنها سفينتي. لا يهم، سأركز على أظافري. حسنا، يجب أن أنهي هذا. أو لا، قلمي، ولا أملك مبرات. ماذا سأفعل الآن؟ ما المشكلة؟ كسر قلمي ولا يمكنني بريه. خذ هذا. أو حسنا، كيف تشعرين؟ كلا، استخدمه لبري قلمك. أو حسنا، فهمت. سأمرر القلم فوق مبرد الأظافر. نجحت، انظري. يمكنني الآن إنهاء رسمتي. قلت لك، لدي فكرة، سأرسمك. مهلا، تمرنت على بعض الوضعيات. ما رأيك؟ فظيع. وجدتها، اذهبي إلى هناك. حسنا، أنا مستعدة. هذا أفضل. أشعر بأنني فاتنة. ضعي يدك على رأسك. هكذا؟ بالضبط، مذهل. كم تحتاج من الوقت؟ هاي، ها؟ أنا مستيقظة. ما رأيك؟ حسنا، بذلت جهدا لا بأس به. هذه أفضل رسمة لي. التحضير لمشروعك الفني جزء من العملية، عملية فوضوية. على أي حال، حان الوقت لتحويل الفكرة إلى عمل فني. ضربة الفرشاة الأولى هي الأفضل دائما. سأضيف القليل من الأزرق هنا. ها هي النتيجة تتضح حقا، أم لا؟ هذا بشع. كلا، من الجيد أن لدي المزيد من الورق. أو رائع، هذه أسوأ من الأولى. هيا الآن ركز. لابد أنك تمازحني. لماذا لا يمكنني رسم زهرة غبية؟ حسناً، اهدأ، تنفس بعمق. يمكنني فعل هذا. أنا متمكن تماماً. حان وقت البدء. برفق، برفق. كان ذلك مؤسفاً، لكن مهلا اللحظة، يا له من شكل مثير. يمكنني العمل بهذا. سيساعدكم استخدام فرشاة الألوان بطرق مختلفة على صنع تصاميم فريدة ومختلفة تماماً. وفي حالتي رسمت بتلات. وبعد أن ترسموا الزهرة بأكملها، أضيفوا بعض اللون الأخضر للأوراق والجذع. هل ترون كيف يسير الأمر؟ استخدام الفرشاة بحذر ناجح جداً. يمكنكم حتى توصيل الزهرتين، فهذا يملأ المساحة بشكل جميل. علمت أن بإمكاني فعلها. واو، أرسمت هذه بمفردك؟ لماذا لا تأخذيها يا آني؟ فلدي المزيد من الإبداع، وهذه المرة سأجرب طريقة جديدة تماماً. لكن لا تقلقوا، ما زلنا سنكمل الموضوع نفسه. هل ترون كيف تصنع هذه الضربات أوراق شجر تبدو واقعية؟ لا تخافوا من أن تستغرقوا وقتاً طويلاً في رسمها. يمكنكم رسم العشب أيضاً، هل ترون؟ لكن سيصبح الجزء التالي أكثر تعقيداً. يمكنني استخدام طلاء منتفخ مثل هذا لابتكار قوام جديد وممتع باستخدام بالون. كم هذا مرضٍ! والآن استخدموها كختم، وستحصلون على أزهار ممتعة وفريدة للغاية. لا تنسوا هذا، رائع، أليس كذلك؟ هذا مذهل، ما رأيك؟ ديفيد، كيف فكرت في هذا حتى؟ لدي مكون سري. هذا نداء الطائر، والتحدي الفني الأول لكما. سأفكر. ها،
هذا الوشاح، يجب ألا يكون هذا صعبا بالنسبة لي. ماذا؟ هل هذا ما أفكر به؟ ابتعد من هنا أيها الطائر الغبي. منحني هذا الأفضلية، ولدي الشيء الذي سيمنحني ميزة إضافية. هو كيف وصلت هذه إلى هنا؟ لا يهم، كما كنت أقول. ها، هل هذه مسحة قاسية؟ حسناً، حصلت على أغراضي أخيراً. هو رائع، كتاب آخر ممل غير مفيد. نظارات سباحة، لا أجد أي منها مفيداً. ما كل هذه الرياضيات؟ وكأنني أعلم ما يعنيه أي من هذا. يبدو أن بإمكاني هذه الحروف مساعدتي في مهمتي. عندما أنتهي من رسم الجسد سأستخدم هنا بعض الأرقام السحرية، وعلى الرأس أيضاً. أصبح يبدو كطائر، أليس كذلك؟ انتظروا فقط حتى ألونه. هل أنت بخير يا عصفور يا الصغير؟ سأرسم لك ريشاً جميلاً بألوان زاهية. انتهيت، ما رأيك؟ هل ترين الأرقام هنا؟ مذهل، وأنت؟ لقد علقت أسفل هذا الطقس السيء. هذا كل ما لدي. مقزز، لقد فزت بالجولة يا آني. هاي ياي لي، شكرا. لا يمكنني العمل في هذه الظروف، كان علي رؤية ذلك قبل وصوله. أوه، هذه صورة مبهجة بالتأكيد، جيدة كفاية لتوضع في إطار. ولماذا أتوقف عند هذا الحد؟ أحتاج إلى الإلهام فحسب. صحيح، ماذا قلتي؟ يا سوزان، أنت سيئة. لا أعرف. معذرة، ورقتي. هذا خطأي. أوبس، انظري إلى ما فعلت، لقد أفسدتها. اسمع، هل يمكنني أن أريك شيئاً؟ هل سمعت من قبل عن صدفة سعيدة؟ هذه إحداها. واو. أنا؟ أجل، يمكنك رسمها بأحجام مختلفة أيضاً. مذهل، لكم دائرة ستتسع الورقة في رأيك؟ لأي عدد تريد، تزداد الأمور جنوناً. يمكنك استخدام أي شيء تقريباً طالما أنه دائري بالطبع. هل تظنين أننا رسمنا ما يكفي؟ إنها تبدو رائعة، أليس كذلك؟ صافحيني. هناني الصغير، مرحبا يا فتيات، هل يمكنكما رسم هذا الشيء؟ ابدأ الآن. ستكون مهمة سهلة للغاية. ستتميز هذه الجولة باللون الوردي. سأرسم أولا الكوب الورقي. اللون الوردي هو المفضل لدي. لم تأخذ الحجم بعين الاعتبار، سأفترض أنه 10 سنتيمتر. والآن سأنتقل إلى الجزء الألذ. شهي، ربما أخطأت في اختيار اللون الأخضر. هجل، هل يفترض أن يكون هذا آيس كريم؟ لم أقصد رسم هذا. أردت اللون الأخضر، صحيح؟ أخطاء المبتدئين، كلما كان الشكل حقيقياً كان ذلك أفضل. سأبدأ بكرات الآيس كريم الكبيرة، سيأتي اللون في المرحلة التالية، هكذا يكون الأساس أفضل. هترين ما أعني؟ لا يمكنك ارتكاب أي خطأ عند رسم هذه التفاصيل. هترين؟ آيس كريم، إنها مكتوبة على الكوب. وأخيراً يحين وقت التلوين، أشعر بالجوع بعد رسم الآيس كريم. هذا ما يحدث عندما ترسم أشياء أقرب إلى الواقع. كدت أنتهي؟ بضع تفاصيل هنا وهنا، انتهيت. متعي نظرك بهذا. أريني، هذا ما يمكن أن أصفه بالتحفة الفنية. هيا. يا
تحول إلى دلو كبير من الآيس كريم الحقيقي. ربما هذه الجائزة هي الأفضل حتى الآن. أوه، هذه مأساة. أكره البروكلي. مذاقها كأوراق الأشجار. يا له من مجموعة فنية مذهلة. أشعر بالغيرة. كيف لي أن أستخدم هذه؟ ربما يمكنني إصلاح فرشاتي. سأحتاج فقط القليل من الشعر. أمل أن لا تلاحظ سارة. أظن هذا كاف. سأثبت الشعر بالفرشاة. الآن يمكنني التلوين. يبدو هذا مألوفا لي. في الواقع هو مألوف جدا. هل هذا شعري؟ شعري! ماذا فعلت؟ أعطيني هذه. سأخذ المزيد من الشعر. توقف، هناك حل واحد فقط. معاقبتك. كنت أتوقع ذلك. أين نحن؟ مرحبا، حان الوقت لتحدي فني. سيقرر الدولاب ما سترسمان. 1، 2، 3، انطلق. زهرة، حسنا، هذا سهل. هل علينا فعل هذا؟ لا أعرف ماذا أفعل. مهلا، خطرت لي فكرة. أنا عبقرية. سأضع السلاسل على الورقة ثم ألون فوقها. لن أحتاج الكثير من الطلاء. سأستخدم ألوان مختلفة. أظن أن هذا كاف. سأستخدم رأس الفرشاة لسحب سلاسل فوق الورقة. وستسحب الطلاء أيضا وتمزج الألوان معا. هذه زهرتي الخاصة. رائعة، أليس كذلك؟ واو، مدهش. سأضع مكياجي الآن. هذه فرصتي. يجب أن أبدو بمظهر جيد، فأنا مشهورة كما تعلمون. ياه، رائع. هذا ما أحتاجه بالضبط. سأرسم الآن زهرتي الخاصة. سأربط بالطلاء باستخدام فرشاة التلوين هذه. وسأفعل نفس الشيء بالطلاء الأخضر. هذا رائع. سأضيف بعض التفاصيل. انتهيت. جميلة جدا. سأتخلص من هذه. ماذا تفعلين؟ لا شيء. جيد، لا تلهيني عن وضع المكياج. أبدو فاتنة. انتهى الوقت. ما رأيك؟ رائعة، أليس كذلك؟ زهرتي أكثر جمالا. أحسنتما، جميل يا سارة. كنت أعلم أنها ستعجبك. مستحيل. ما المضحك في الأمر؟ الطلاء يغطي وجهك. بشرتي الجميلة. لا، هذا عمل فني يا سارة لعرضه للعالم أجمع. لوحتيكما جميلتان فعلا. أحسنتما. سأحاول مجددا. تبدو جيدة. أظن أنني انتهيت. سأقارنها بالأصل. النتيجة سيئة. هو سأتسلل خفية لأفاجئه. ستعجبه بالتأكيد. ما هذا؟ هذه رسمة سيئة. لابد أنه يواجه يوما عصيبا. هذه المصابيح جميلة. وألهمتني بفكرة عظيمة. أحضرت هذا الإطار. سأفتح ثم سأحضر هذه المصابيح الصغيرة وأوزعها داخل صندوق الإطار. وانتهيت، حان وقت إعادة الغطاء. هذا رائع يا جدي. مصابيح في صندوق، ما المغزى منها؟ جدي، هيا دعني أريك. أحضر صورتك وضعها فوق الزجاج. فهمت. واو، انظر إليها تتوهج. فهمت قصدك، يمكنني نسخ صورتي بسهولة. يمكنك إعادة إنشاء الصورة. حسناً، حان وقت المحاولة مرة أخرى. سأتتبع الخطوط البارزة بفضل الضوء. واو، كل شيء يسير بشكل رائع. هذا سهل، بقيت اللمسات الأخيرة فقط. انتهيت، أظن أن هذا يكفي. لوحة فنية أخيراً. كل ما احتجته مجرد إطار وبعض المصابيح. العفو. هل عرفتم هذا الشيء؟ إنها تسبح وتقول واك واك. سنرسم بطتني الآن. مهلاً، وجدتها. ديفيد، انظر لهذه الطيور. مرحباً يا أصدقاء. هذا ما أريده. سأبدأ بتتبع يدي بهذا الشكل.
ثم أضيف شكلا يشبه الذيل وأصل الخطوط بهذه الطريقة وأضيف خطا هنا وأنتقل إلى الذيل بعدها. والآن وجه البطة. أهم شيء في أي طائر هو منقاره، وفي عالمي كل الطيور بألوان زاهية. تبدو هذه البطة كالطاووس. انظروا لهذا اللون الجميل. وما اللون الملائم للون الوردي؟ الأصفر طبعا. سأفوز بهذه الجولة. يا له من طائر بمظهر مبهج. لنرى إذن. تارا، هذا مضحك. لكن رسمتي مليئة بالألوان أكثر. قم بالتبديل. رائع. الهدف من الفن هو المشاركة. هاي انظري. بابيت رائع. أفضل أغراض اليوم. سأرسمها بشكل مذهل. سأرسم مربعا في البداية ثم سأرسم الدوائر. لدي فكرة أفضل. لحسن الحظ لدي آلة للتصوير. حسنا هيا بنا. وأضغط على زر النسخ. لا يمكن رسمها بشكل أفضل من هذا. ماذا يحدث؟ ها هي. والتالي هو التلوين. أو سيكون هذا ممتعا. سأضع خطا من الطلاء الأحمر هنا وأكمل ببقية الألوان. إنها كقوس قزح. إنها مثل بوبيت. أريد طباعتها. أحسنت صنم. أعتقد أني فزت بهذه الجولة. مستحيل فعلتها. لابد أنك تمزحين. انظري لرسمتي. ابتعدي عن الطاولة سيدتي. أعطيني يدك. اليد الأخرى لا تقاومي. استخدام آلة التصوير ليس رسما. نحن نتعامل مع الغش بجدية كبيرة. عذرا، لم أتوقع هذا منها. واو، شوكولاتة بوبيت المفضلة لدي. شهية. حسناً إلى السجن. هيا بنا. أوه لا يهم. واو، هذا عالق في أنفي. إنه مطاطي. مرحباً. تفضلي بالجلوس يا أيضي. أوه حسناً. لا تنظري إلي. تبدو ودودة. هذا اللون مناسب لي. أتشي. حسناً أيها الطلاب افتحوا الكتب. هل علي فعل ذلك؟ لدينا اليوم درس مثير. أجل صحيح. أحب دفتر ملاحظاتها. علي تدوين الملاحظات. قلمي جميل للغاية. أتمنى لو كان لدي أغراض جميلة. كل ما لدي ذو مظهر ممل للغاية. هذا ليس عدلاً. ماذا يحدث هنا؟ مهلاً؟ ما المشكلة؟ أحسدها على قلمها. دعيني أرى. قلم أنيق. ربما يمكنني المساعدة. حقاً؟ سأجدد مظهر قلمك بهذه الحيلة البسيطة. سأزيل أجزاء القلم وأملأ الغطاء بالغراء. يجب ألا أحدث أي فوضى في هذه المرحلة. هذا كافٍ. والآن سأسكب المادة البراقة ثم أعيد الحبر إلى الأنبوب وأثبت ريشة الكتابة. والآن وداعا للأقلام المملة. جميل أليس كذلك؟ واو رائع. ولن أنسى هذا الصغير. أوه ما أجمله. شكرا. مهلا. أشعر الآن براحة أكبر. واو تبدو عصرية للغاية. سأخذ هذه. لن تصلح. أنت بحاجة إلى تغيير في مظهرك. أشعر وكأني ولدت من جديد. كيف فعل ذلك؟
لا يهم، أحببت هذا فعلا. أنت معلمي المفضل. أنا أؤدي واجبي فحسب. هذا مذهل. ماذا؟ واو، أحببت مظهرك الجديد. أوه، أريد أن أقدم لك شيئا. حقا؟ لي أنا؟ شكرا، أنت أعز صديقة لدي. سيلفي، أحب هذا الفصل. أوه، يجب أن أبدل ملابسي. إذن درس اليوم. أحتاج إلى شيء سيلفت الأنظار. وأعلم الشيء المناسب لذلك. درجات الألوان التكميلية ستكون الفائزة. لكن ما زال ينقصها شيء. لكن ما هو؟ أوه، هذه الكرة صغيرة للغاية. أوه، هذا الشيء أذهلني. أمي؟ أوه، ليس الآن. حسناً، تبقى لديك الكثير من الطلاء، مما يترك لي مساحة للعب. شكراً، لا أعلم ما علي فعله فحسب. حسناً، سأجرب قليلاً من... أين ذهبت لوحة ألواني؟ ديفيد، هل هذا أنت؟ معذرة؟ انظري، لقد رسمت هذا. أدعوها مياه البركة. أها، أوه، أعلم ما علي فعله. هل تريد الاطلاع على وجهك؟ جربها يا ديفيد. هاو، مجدداً. هذا ممتع، صحيح؟ يمكنك تكرار ذلك. حقاً؟ ماذا إن استخدمت إصبعي أيضاً؟ ها أنا ذا. ها، النقاط الزرقاء آتية يا رفاق. والآن لوني المفضل. أوهو، لقد انتهيت. انظري يا أمي. حسناً، ليس هذا مذهلاً، لكن لنجرب حيلة أخرى. يمكن للتناظر أن يكون جميلاً، ولإثبات صحة ذلك فلقد ابتكرته بنفسك. إنها فراشة جميلة. سيمدها هذا الخط بالحيوية مع المخطط الخارجي للجناحين. الجانب الآخر، ها أنا ذا. تأملوا هذا الجمال الخالص فحسب. وهذه البداية فحسب يا بني. أوه، هذا مثير. يونيكورن؟ قد يكون هذا صعبا. سأستخدم الأقلام؟ لا أعرف، هناك الكثير من الخيارات. الطلاء أم الأقلام؟ الأقلام، أعتقد أن هذا هو الخيار الصعب. حسناً، هيا بنا. أوبس، عذراً، انزلق قلمي. أو انزلق، حسناً. تصرف طفولي، دعيني أساعدك في تحسين رسمتك. لا تفعلي هذا ثانية، حذرتك. لقد حسنتها. أو نسيت هذه البقعة، سأساعدك في تلوينها. أوه، لا فائدة من هذا، خذي هذا. توقفي، هل سنبقى هكذا طوال اليوم؟ خذي ورقة جديدة. حسناً، لكن سأدير ظهري لهذا الاتجاه. سأرسم أفضل يونيكورن على الإطلاق. وجدتها. UNICORN. سأصلها الآن معاً. سأرسم له تسريحة شعر جميلة، ولن أنسى الساقين. والآن لم يتبقى سوى التلوين. سيكون اللون الوردي رائعاً. أعتقد أني سأفوز. ليت اليونيكورن حقيقي. بقي الذيل فقط. انتهيت، كان سهلا. تدا. أو لا، ها هي رسمتي. إنه جميل، أحسنت. من فاز بهذه الجولة يا ترى؟ حسنا، أنا مصدومة. مرحى. الجائزة؟ أرجو أنها يونيكورن حقيقي. ما أجملها. لا تنفع، فهي صغيرة جدا. لنرى. أها، تبدو شهية جدا. ربما يمكنني تذوق قطعة صغيرة. هذا ما أحتاجه. ابتعدوا، سأتسبب بفوضى. ماذا أرى؟ أعتذر، لقد تعثرت وسقطت فوق الكيكة. أنقذت لك القليل منها. لا أصدق ما أرى. لقد عرضت عليك. التحدي الأول، ما هو يا ترى؟ أوه، يا
له من جرو جميل. هل يمكننا الاحتفاظ به؟ حسناً، يمكنني القيام بذلك. رأيت الرسامين يفعلون هذا، لا أعرف السبب، لكنه يبدو جيداً. هذا صغير بعض الشيء. مهلاً، وجدتها. ها؟ لدي يدي. فهمت، هذا سهل. سأحدد يدي. ماذا تفعلين؟ إنها سعيدة على الأقل. سأضع يدي على الورقة بهذا الشكل، ثم أرسم حولها. والآن سأجعلها تبدو كالجرو. القليل من الفرو، عيون جميلة، وأنف لطيف. سألون هنا قليلاً. يبدو جميلاً. يجب ألا أتجاوز الخطوط. انتهيت تقريباً. ها هو. كمه جميل. أنا فخورة بما فعلت. سأسميه لاكي. إنه جميل حقاً. رسمتي تعجبني أيضاً، لكن... واو، يكفيك شرف المحاولة. من الفائز؟ فرحة. انظري، يحدث شيء ما. بسكويت لذيذ. إنه كالعظام التي تحبها الكلاب. أتوق بتذوقها. مهلاً، بسكويت، عظمة، كلب. توقفي، إنها ليست لك. مذاقها رائع، أريد الوصفة. أوه، ليتك لم تفعلي هذا. ماذا هناك؟ هذا البسكويت للكلب. أوه، لماذا لم تقولي؟ تستحقين هذا. هاي، تعال أيها الصغير، جلبت لك الحلوى، هيا. أوه، من أفضل كلب؟ أنت، أجل أنت. لابد أنك جائع بعد أن وقفت طويلاً لنرسمك. يا لك من جرو ذكي، خذ هذا. واردة بأي اسم آخر ستكون رائحتها جميلة. حسناً، حان الوقت لرسم الأزهار. ها؟ لا، هذا طلاء قديم. ماذا سأفعل الآن؟ أنا بحاجة إلى أدوات للرسم. أي لون سأبدأ به؟ الوردي طبعاً. لا يمكنك استعارة هذا. أرجوك، طلائي قديم وجاف. قلت لك ابتكري أي شيء. والآن كيف سأرسم وردتي؟ أريدها أن تكون جميلة. أعتقد أن هذه طريقة ستنجح. لا أصدق أنها رفضت مشاركتي ألوانها. يا لها من لئيمة. أشعر بالغضب الشديد. أريد أن أتنفس. أوه، أشعر بالقليل من الدوار. ماذا حدث للكيس؟ غطي بالطلاء. ابتعد أيها الطلاء. قلت ابتعد. ما هذا؟ ضع الطلاء على الورقة من فضلك. ها؟ استخدم الكيس لوضع الطلاء. حسناً، فهمت. أعتقد أن علي غمسه كما قالت لي. هذه واحدة وواحدة أخرى هنا. مستحيل، إنها رائعة. لم أتوقع ذلك. لنرى ماذا يمكنني أن أفعل أيضاً. وجدتها. أين ذهبت؟ لا يهم، يمكنها فعل ما تريد. سأستعير هذا. لدي الآن فرشاة طلاء. حان الوقت لإنهاء لوحتي. لا يمكن أن تكون الأزهار بلا أوراق. انتهى الوقت، لنرى الأزهار التي رسمت معها. أنا جاهزة، وها هي رسمتي. أليست جميلة؟ أعني الجمال في عين النظر. كلا، ليست جميلة، لكن هذه جميلة. هذا مذهل. لهذا السبب ستفوز هي بهذه الجولة. رائع، فزت مرة أخرى، لا أصدق. الحلوى المفضلة لدي، انظري. رائع، أهنئك. يراودني شعور جيد حيال هذا التحدي. حسناً، هذا مخيب للأمل. ظننته تحدياً. حسناً، ماذا سأستخدم هذه المرة؟ كبيرة جداً. كلا، ليست جيدة. هذه ممتازة. اليقطين سهل وبسيط. إنه دائرة برتقالية. يجب أن أفوز هذه المرة. حسناً، سيكفي هذا بالغرض. سأبدأ برسم الأجزاء، ثم عنق اليقطين، وسألونه الآن. سيبدو أجمل إن استخدمت درجات مختلفة من اللون. سعيدة بالنتيجة. ما رأيك؟ هاي، انهضي. مرحباً. انهضي، يفترض أن ترسمي. لقد استيقظت، ماذا يحدث؟ حسناً، اليقطين. رائع، نفذ الوقت. هذا أفضل ما يمكنني فعله. هناك شيء صغير على خدك. حقاً؟ ما هو؟ طلاء. إنه مناسب لك. مرحة، ما الجائزة؟
عصير اليقطين؟ ليس هذا لطيفاً. أنا أشعر بشيء غريب، ما الذي يحدث؟ هل تجلس على رأس يقطينة؟ حصلت على زي مناسب للهالوين القادم. أكره هذه اللعبة. وجهي، وجهي الجميل لقد عاد. عذراً، شعرت بالذعر، لن أشربه ثانية. هي، يمكنك الاحتفاظ به. أنا أظن أن هذه القطعة جائزة. لا أريد التباهي، لكن أظن أن هذه اللوحة تحفة فنية مميزة. سأضعها على الحامل. واو، ما أجملها. أو فقاعات صابون، أحتاج إلى مكافأة نفسي. أجل، الكثير من الفقاعات، أنا أعشقها. مرحباً، لقد عدت. المعبرة، أوقعت اللوحة. إنها تحفتي الفنية، أفضل لوحة رسمتها. لحظة، فقاعات، لقد ألهمتني بفكرة رائعة. أحضرت عبوة كلاسيكية وسأقص جزءها العلوي. سأضع شبكة فوق الغطاء. الخطوة التالية هي سكب الصابون في حاوية زجاجية. هذه الكمية كافية. سأغمس الطرف الشبكي في الصابون. لقد علق الصابون على الشبكة. سأضيف بعض الطلاء. الطلاء الأزرق أولاً، ثم الأحمر والأصفر طبعاً. الألوان الأساسية الثلاثة. حان وقت نقي الفقاعات. سأحرص على الاقتراب من اللوحة. سأفقع بعض الفقاعات الكبيرة. انتهيت، أظن أن لوحتي جاهزة. يا حفيدي، ما رأيك بهذه اللوحة؟ واه، كيف فعلت ذلك؟ لقد ألهمتني فقاعاتك وصنعتها لك. شكرا جزيلا يا جدي. لقد أعجبتني، الفقاعات عظيمة حقا. أهلا أيتها القطة، أنت المفضلة لدي. أجل أنت. صحيح، التحدي. أعتقد أن عليكم رسم هذه القطة. حسنا، أحب رسم القطط وأحب القطط بشكل عام. ستكون رسمة رائعة. ماذا تفعل؟ هل تكتب كلمة قطة بالإنجليزية؟ يا إلهي، سأفوز بهذه الجولة بلا شك. حسنا، سأستخدم مهاراتي في رسم القطط. سأرسم دائرة، يجب أن تكون القطط مستديرة، خاصة إن كانت مكتنزة. وماذا الآن؟ سأحول هذه الكلمة إلى شكل أفضل. سأبدأ برسم هذا الوجه الجميل ولن أنسى الشارب. حسناً، الرأس جاهز. ذيلها الطويل والكبير، جميل. واو، رائع. أريد رؤية ما رسمتما. تدا، قطتي المكتملة الرسم. حسناً، هذه رسمتي، لقد تشتت ذهني قليلاً. حسناً، لا يمكنك الفوز برسمة غير منتهية، لذا الفائز واضح. فعلتها، فزت أنا وقطتي بجولة أخرى. مرحبا بسكويت، أحب البسكويت. هذا صحيح، أحسنت. هيا، هكذا تكون الدراسة. ماثيو، كان يجب أن أعرف. مهلا، هل أصبح الجو باردا فجأة؟ يفترض بك أداء الواجب المدرسي، لكني أمل بسرعة. لا تقلقي، سأبدل حالا. هل هذا أفضل؟ كيف فعلتها؟ كتاب رائع. ربما يمكنني إنهاء اللعبة. ماذا يحدث؟ يجب أن تدرس، وسأحتفظ بهذا. هذا ظلم، كان محقا، إنها لعبة رائعة. واردة بأي اسم آخر ستكون رائحتها جميلة. حسنا، حان الوقت لرسم الأزهار. لا، هذا طلاء قديم. ماذا سأفعل الآن؟ أنا بحاجة إلى أدوات للرسم. أي لون سأبدأ به؟ الوردي طبعا. لا يمكنك استعارة هذا، أرجوك. طلائي قديم وجاف، قلت لك ابتكري أي شيء. والآن كيف سأرسم وردتي؟ أريدها أن تكون جميلة. أعتقد أن هذه طريقة ستنجح. لا أصدق أنها رفضت مشاركتي ألوانها. يا لها من لئيمة، أشعر بالغضب الشديد، أريد أن أتنفس. أشعر بالقليل من الدوار. ماذا حدث للكيس؟ غطي بالطلاء. ابتعد أيها الطلاء، قلت ابتعد. ما هذا؟ ضع الطلاء على الورقة من فضلك. استخدم الكيس لوضع الطلاء. حسنا، فهمت. أعتقد أن علي غمسه كما قالت لي. هذه واحدة وواحدة أخرى هنا. مستحيل، إنها رائعة، لم أتوقع ذلك. لنرى ماذا يمكنني أن أفعل أيضا. وجدتها. أين ذهبت؟ لا يهم، يمكنها فعل ما تريد. سأستعير هذا.
لدي الآن فرشاة ضلع. حان الوقت لإنهاء لوحتي. لا يمكن أن تكون الأزهار بلا أوراق. انتهى الوقت لنرى الأزهار التي رسمت معها. أنا جاهزة، وها هي رسمتي، أليست جميلة؟ أعني الجمال في عين النظر. كلا ليست جميلة، لكن هذه جميلة. هذا مذهل، لهذا السبب ستفوز هي بهذه الجولة. رائع، فزت مرة أخرى، لا أصدق. الحلوى المفضلة لدي، انظري. رائع، أهنئك. يشعرني حبيبي بالإلهام، أتأمل أن يقدر هذا. لن أخسر شيئاً. كيف الحال يا دافيد؟ جميل، ماذا كتبت لي؟ أجل، لدي بعض المشاعر بشأن هذا. فلتهدأ يا قلبي. لنرى هنا. ها، كتبي. آسف، دعيني أساعدك على جمعها. أوه، يداك ناعمتان للغاية. كتبي؟ أوه، صحيح. إذن أجل، شكراً. أظن أنني واقع في الحب. مهلاً، نظرة واحدة أخيراً. أجل، هذا الرجل مميز حقاً. هذا ما سأقوله. لا مثيل لتذكير حبيبتك بلحظة لقاء عينيكما لأول مرة. انتهى الجزء الصعب. جميل. واو، إنني أتذكر ذلك. يا له من رومانسي لطيف. أحبك يا عزيزتي. مخلل، حفنة نقود، هاتف، بيضتان وشوكولاتة. ما القاسم المشترك بينهما؟ لا أحد يعرف، لكنها جميعا جزء من هذه الجولة. انتهيت. أهلاً، ألا نحتاج العلبة لهذا التحدي؟ لا بأس. جيد، يجب أن تشربيها بالكامل. هذه ليست بمشكلة لأوليفيا. يبدو أنك عطشانة. يا سلام، هذا منعش. المعذرة، لنبدأ الجولة. هل يمكنك نفخ هذه العلبة إلى الغرض الأول؟ هيا يا كلير، انطلقي. نعم، أنا بارعة في ذلك. مرحى، هذا مبهر، لكن انظري إلي. سأوصل العلبة إلى الهاتف. أوه، نجحت. كان ذلك رائعاً. هذا الطراز الجديد، صحيح؟ هدف كبير. هل تظنين أنك قادرة على التفوق يا كلير؟ أنا قادمة إليك أيتها النقود. لا أريد البيضتين، لا أحب البيض حتى. هل البيض نيء؟ مقزز. سأصل إلى النقود. لا، لا أريد المخلل الغبي. الأمر مضحك قليلاً. منذ متى وهو مكشوف على الطبق؟ لن أكله، أنا أكرهك أيها المخلل. آخر محاولة لك، ستكون هذه النقود من نصيبي. نعم، لقد فوتها بالتأكيد. سأريك طريقة فعل ذلك. كلا، لا بأس، قد تكون حالة ميؤوسة منها. يقع الأمر كله على عاتقك يا كلير، بالكاد أستطيع مشاهدة ذلك. لقد نفختها بقوة. لماذا لا أستطيع الوصول إلى النقود؟ هذه فرصتي الأخيرة، سأنجح هذه المرة. إنها ذاهبة، ذاهبة. أجل، لا أصدق ذلك. نعم، كل هذه النقود ملكي. أجرف يا أوليفيا. شكراً، اليوم أنا غنية. حسناً، حان وقت التحدي الأخير، ارسم لي فراشة. جيد، يمكنني عمل هذا، أو ربما لا أستطيع. مهلاً، خطرت لي فكرة جيدة، يجب أن ينجح هذا. سأبدأ بتتبع لفافة شريط اللاصق لأحصل على هذا الشكل.
أظن هذا كافياً، أريد الحصول على دائرة أخرى هنا. التجديد ليس صعباً لكن سأتجنب حدوث أي فوضى. أو هكذا. ها، ماذا تفعل؟ أو وجدتها فكرة ذكية. بينما تفعل ذلك سأنفذ خططي الخاصة بالتدفئة. هذه هي الفراشة التي تريد رسمها. سأضع الورقة فوق الجهاز اللوحي وسأتتبع الصورة لهذه الطريقة. الأجنحة، الجسم، الرأس وقرون الاستشعار. سأجعل الأجنحة محددة أكثر. الأصفر والوردي مناسبين لها، أحببتهما فعلا. واو، كيف فعلت ذلك؟ توقف، حان الوقت للكشف عن رسمتيكما. حسنا، رسمت يرقة. جيد، لديها رسمة بفراشة حقيقية، أحسنتي. أجل، لكن انظري، أصبحت يرقتي حية. أحببت الألوان كثيرا، فزتما أنتما الاثنتان. مرحى، أحب فوز كلتينا، هذا هو الأفضل. علكة، ولست بحاجة إلى مشاركتها. ياي، نحن فائزتان. توقف، دعني أفتح طبقي أولا. أوه، كم أعشق مستلزمات الرسم، أنا متحمس لاستخدامها. يمكنني الشعور بالإلهام. هل ترى ما أرى؟ كلا. إذن اجلس وشاهد. سأبدأ بالطبشورة البيضاء. لا يمكنني رؤية رسمتك، لا أفهم ما يحدث. ستساعدني هذه العدسة المكبرة. واو، تبدو الطبشورة عملاقة، لكني لا أرى أي شيء. ما الذي حصلت عليه؟ أوف، لكن لحظة، لن تلزمني هذه الألوان. وداعاً، حان وقت الإبداع. سأطلق العنان لمواهبي. كدت أنتهي. أها، مرحباً. ها؟ أليست تحفة فنية؟ قمت بعمل جيد. هل تريد رؤية لوحتي؟ يمكنك رؤيتها الآن. إنها فكرة مبتكرة. كيف فعلت ذلك؟ الفكرة في غاية البساطة. ما عليك سوى رسم لوحتك بطبشورة بيضاء على ورقة بيضاء. اختر اللون الأول وضعه على الإسفنجة. اللون التالي. حالما تبدو بهذا الشكل، مررها على الورقة. هل ترى كيف ظهرت الرسمة؟ وانتهيت. فكرة بسيطة لكن عبقرية. ها؟ من ذلك الرجل؟ تفقد ملابسه. من أين أتى؟ ينبغي أن نرحب به. مرحبا، صافحني. أوه، ذراعي خاليتين من أي وشوم؟ أوه، لا وشوم، إذا لا صداقة بيننا. سوف أجي بكما لدى المعلم. لا وشوم، هذا سخيف للغاية. أيها المعلم، ألا ترى أنني أعمل هنا؟ الخطوة الأولى انتهت، والآن ما التالي؟ أمي، لا أحد في المدرسة يحبني. كم تكلف الوشوم؟ كلا، لا تفكر في الأمر حتى، لكن ربما نصنع شيئاً غير دائم. أنت تحب النجوم، أليس كذلك؟ هذا أقل إيلاماً بكثير من إبرة الوشوم. اغمسوها في الماء واصنعوا أشكالاً عديدة. حان الوقت لغمسة أخرى. يمكننا عمل الكثير منها. هل ترى الأشكال وهي تطفو؟ أو مالاً. مرحباً، ماذا تفعلين؟ واو، هو هذا منعش. هل هذا أنا؟ ارسمي عنكبوتاً. كلا يا أمي، لا أريد العودة مجدداً. أو يا رجل، لا أصدق هذا. أو انظرا يا رفيقي، لدي وشوم أيضاً، أتريان؟ ماذا؟ اسمع، الفتى واحد منا، انظر. واو، هذه وشوم رائعة يا رجل، من أين حصلت عليها؟ رسمتها أمي. هذه أروع أم على الإطلاق. معذرة، عودي إلى هنا. ها،
والآن عرض خاص، لوحات فنية بأسعار مخفضة. يا للهول، كلا شكراً. لا، رفض آخر. أوه، الشخص الغريب، النجدة، أنقذوني. اهدأ، ما الأمر؟ لا يريد أي أحد شراء أعمالي الفنية. يا جدي، ما الذي تفعله في حلوق القمامة؟ ما الذي تخطط لفعله بهذه القمامة؟ ألا تزال لا تثق بي؟ حسناً، شاهد وتعلم. سأضع غطاء القدر على اللوحة، ثم سأبدأ برش البخاخ على اللوحة. هدفي هو تغطية كل اللوحة بما في ذلك الغطاء. ثم سأضيف بعض الطلاء الأبيض على الزاوية. سأملأ الفراغ بالكامل. حان الآن دور الكيس البلاستيكي. سأربط بالكيس على الطلاء الأبيض لإزالة البعض منه. هكذا، ثم سأنثر بعض قطرات الطلاء الأبيض. حان وقت إزالة الغطاء. وانتهيت، اللوحة جاهزة. ما رأيك؟ واو جدي، إنها تحفة فنية. لا أصدق مدى سهولة صنعها. خذ، يمكنك عرضها للبيع. أريد هذه اللوحة، سأدفع مبلغا كبيرا. أظن أن بإمكاني العمل بهذين اللونين اليوم، البرتقالي والأخضر. كلا، ليس جيداً. واو، الحذاء بدرجة مذهلة من الأصفر. يبدو هذا كمكان جيد. يا هذا الجمال، علي جذب انتباهي. مثالي، لكن هذه الزهور ليست ملكي. بالطبع، يمكنني شراء واحدة من هناك، لكنها ليست رخيصة الثمن، أليس كذلك؟ لا أملك مالاً، فأنا فنان مفلس في النهاية. يوجد شيء هنا؟ مجرد أطنان من الطلاء. أظن أنه لا يوجد شيء سوى ذلك، إلا إذا قد يكون هذا ما أحتاج إليه. تحب النساء الزهور، أليس كذلك؟ حتى إن كانت مرسومة على ورق. ضعوا طبقات من الطلاء بأصابعكم، ويمكنكم صنع تصميمات مذهلة. تفقدوا هذه الضربات الفريدة من نوعها. والآن سأضع الأبيض في المنتصف وقليلا من الأصفر. الأخضر يبرز رسمة حقا. قد تكون هذه أفضل لوحاتي حتى الآن. ليس لدي ما أخسره. لأجلك، تكاد تكون في جمالك. رائع. هل هذه لأجلي؟ بالطبع. شكرا لك، عليك أن تخبرني كيف رسمتها. هيا، مستعدتان لهذه الجولة؟ أرسم زرافة. كيف سأرسمها؟ هذا سهل، يمكنني رسمها بعين مغلقة. وجدتها. سأبدأ مع الرأس هكذا، ثم سأرسم بضعة خطوط إضافية. وجدتها. سأتناول وجبة خفيفة على السريع. أشعر بانتعاش. أوف، تسوقت كثيراً، لكن حصلت على الإلهام الذي كنت أبحث عنه. أولاً، سأرسم هذه الأرقام الأربعة. انظر إلى هذه الزرافة، وهذه البجعة، فرشة جميلة، وأخيراً سمكة. حان وقت تلوينها الآن، أليس ظريفة؟ البجعة في غاية الأناقة، يجب ألا أنسى الماء. فرشة وردية، إنها رائعة، كل التفاصيل الصغيرة مهمة. حان وقت السمكة الصغيرة. انتهى الوقت. رسمت أربع حيوانات، ومن ضمنها زرافة طبعاً. أحسنت ماديسون. أني؟ ثانية واحدة، لا يمكنني الرسم بسرعة. انتهيت. هذا مثيراً للاهتمام. الزرافة المسكينة.
سترسمني قلبا هذه المرة. ستحتاجون المزيد من الأدوات. هيا يا فتيات، انظروا إلى هذه الأقلام. واو، هل هذا كل ما لدي؟ حقا؟ ها، هذا طيبا. أوه، خطرت لي فكرة. سيبدو هذا مذهلا. سأرسم قلبا عملاقا. هذا جيد حتى الآن. والآن سأرسم قلبا أصغر بداخله. ممتاز، فظيع. هاي، انظري إلى رسمتي، جميلة. ربما علي أن أرسم شيئا. مهلا، خطرت لي فكرة. سأستخدم قلم التلوين والرصاص في آن واحد. والآن وقت الجزء الممتع. سأرسم خطوطا تمر من مركز القلب. هذا جيد. ثم أضيف الظلال. سأضع لونا داكنا في الأجزاء المظللة كما أريد تماما. والآن سأقص الجزء العلوي من القلب. معلمتي، معلمتي، لقد انتهيت. أودرن، حسناً، لنرى ماذا رسمتي. أوه، فكرة ذكية يا مالي، أحببتها فعلاً. أوه، سارة، أين قلبك؟ إنه هناك. أوه، هذا كفني الشوارع. نهجان مختلفان، لكن النتيجة رائعة. تعجبني رسمتين كثيراً. أوه، شكراً لك. لا شيء أفضل من هذه الأرجوحات. أنا قادمة يا كلير. ووو، انظري كم أركض سريعا. لن يوقفني أحد الآن. شكرا لمشاهدتكم. هاتفي، من الأفضل أن يمسك به أحد. تمكنت منه. ها هو، كان ذلك وشيكا. كلا، من الأفضل ألا يكون مخدوشا. هل سمعت عن استخدام غطاء حماية من قبل؟ لكن شكله ممل. تفضيلات شخصية. أعلم، إن أردت غطاء حماية لطيفة للغاية، استخدم قلم الطباعة ثلاثي الأبعاد لصنع تصميم. أيمكنك تخمين ما أصنعه الآن؟ سأعطيك تلميحا. يحتوي على كثير من الألوان. من الجيد أن لدي كل الألوان هنا. والآن الأخضر، يتطلب هذا الكثير من الخطوط. وبعد الأخضر، أعتقد أنني سأمزجه بالأزرق الجميل. تفقد هذه الخطوط الجميلة. كدنا ننتهي، لكن كيف يمكن أن أنسى ضوء الشمس؟ سيبهج هذا أي شخص. وفور جفافه، ضعه على هاتفك. تفقدي غطاء حماية هاتفي. لم يعد مملاً بعد الآن، أليس كذلك؟ أنا فخورة بك. لنعود إلى العمل. ألم تتعلمي شيئاً يا كلير؟ القطة، أنت المفضلة لدي. أجل أنت. صحيح، التحدي. أعتقد أن عليكم رسم هذه القطة. حسنا، أحب رسم القطط وأحب القطط بشكل عام. ستكون رسمة رائعة. ماذا تفعل؟ هل تكتب كلمة قطة بالإنجليزية؟ يا إلهي، سأفوز بهذه الجولة بلا شك. حسنا، سأستخدم مهاراتي في رسم القطط. سأرسم دائرة. يجب أن تكون القطط مستديرة، خاصة إن كانت مكتنزة. وماذا الآن؟ سأحول هذه الكلمة إلى شكل أفضل. سأبدأ برسم هذا الوجه الجميل ولن أنسى الشارب. حسناً، الرأس جاهز. ذيلها الطويل والكبير. جميل. واو، رائع. أريد رؤية ما رسمت معه. تدا، قطتي المكتملة الرسم. حسناً، هذه رسمتي. لقد تشتت ذهني قليلاً. حسناً، لا يمكنك الفوز برسمة غير منتهية، لذا الفائز واضح. فعلتها، فزت أنا وقطتي بجولة أخرى. مرحبا بسكويت، أحب البسكويت. مرحبا، ما رأيك في سترتي الجديدة؟ حصلت عليها في التخفيضات، خصم 50%. أليست جميلة؟ أجل، لطيفة. ولكن انظري إلى سترتي الجديدة. ما رأيك في حافظة هاتفي الجديدة؟ موضة الآلي قديمة جدا. لدي بوبات. لا يهم، لدي هذا الدفتر أيضا، زينته بالملصقات. قلوب ونجوم وقطعة مثلجات أيضا. دفتري ممل جدا وسادة. لن يصلح هذا إطلاقا. لابد من وجود شيء يمكنني فعله. لدي أقلام التحديد هذا. انتظروا، لدي خطة.
بأقلام التحديد وهذا السكين سأقطع الطرف وسأقطع المزيد حتى يبدو بشكل قلب. انظروا كم يبدو لطيفاً الآن. سأحضر دفتري وأستخدمه كختم. لن أتوقف عند القلوب فقط. ها نحن ذا، جميل بالقلوب والنجوم. انظري، دفتري عليه هذه الأشكال أيضاً. واو، لا أصدق أنك صنعتي هذا. لا يمكنك التركي يا أمي. سأغيب لمدة ساعة فحسب يا عزيزتي، والآن انهضي من على الأرض. أوه، سأراك قريباً. حسناً، العب مع أختك. هل علي ذلك؟ أوه، انظروا إلى ذلك الوجه. لا تقلقي، يمكننا اللعب معاً لنلعب سباق السيارات. أجل. حسناً، أعتقد أن بإمكاني لعب ذلك. أريد السيارة البيضاء. اجلسي على الأرض. حسناً. ترى لكم من الوقت ستغيب أمي؟ رغم أن هذه اللعبة حماسية، لماذا يحب الإتيان السيارات إلى هذا الحد؟ مهلاً، أعلم كيف أجعل هذه اللعبة أكثر مرحاً. يمكنني الرسم على الطاولة. هل جننتي؟ هذا سيء جداً. من الجيد أن لدي هذه المناديل. أوه، يا للهول! أعتقد أنني مسحت كل الألوان. ما الذي قد نفعله الآن؟ يحب الجميع كرة القدم، أليس كذلك؟ هيا، سيكون هذا ممتعاً. انظري، شاهدي هذا. امسكي. لقد أفلتت مني، لكنها لعبة ممتعة على ما أعتقد. أنت، انظري إلى هذه الحيلة. كلا، غابي. ماذا؟ لا يمكنك الرسم على كل الأثاث، لقد أخبرتك بذلك مسبقاً. آسفة، لكنني أعرف شيئاً يمكنني الرسم عليه. لدي مساحة الحائط هذه كلها، ستكون لوحتي الفنية الكبيرة. ها أنا أبدأ. تؤلمني ذراعي كثيراً. غابي، أين أنت؟ كلا، رباه. لقد عدت يا صغيري. ما هذا؟ لقد عدت، انظري ماذا عدت لأجلك فحسب. لن أتركك لترعاها أبداً مجدداً، أبداً أبداً. مهلاً، أنا أتولى الأمور هنا. أتركي قلم الشمع الآن. أوف غابي، لا تفعلي هذا، أتركي القلم. ماذا؟ لا يمكنني تحمل هذا الضغط لمزيد من الوقت. كان ذلك قلمي الشمعي المفضل. مهلاً، آسف، لا تبكي. هل ترغبون في بعض المرح بألوان الشمع؟ استخدموا شفرة لكشط القليل منها. استخدموا مجموعة من الألوان المختلفة ثم اضغطوا عليها وتحركوا للخارج. يمكنكم حتى الرسم عليها. أطلقوا على هذا السيد قوس قزح. لا تنسوا الساقين. ها قد انتهيت. أليس رائعاً؟ أحببت. هل يمكنني أن أجرب؟ يا طفلي، لقد عدت إلى المنزل. هل حظيتما بالمرح من دوني؟ مجدداً، أحب رؤيتهما يلعبان سوياً. لا 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 لا، ووهو، أوبس، أعذراً يا فتيات. ماذا لدينا هذه المرة؟ نجمة، ابدأ. ما هذا؟ مستلزمات طلاء؟ يمكن لمولي أن تأخذها. أوه، انظروا إلى هذا. واو، لابد أنه يوم سعادتي. سأضع النموذج فوق الورقة. ولقد غطيت الفرشاة بمجموعة من الألوان، والآن سألون النموذج. منحتني الفرشاة تأثيراً رائعاً، والآن سأزيل النموذج بحذر. واو، يشبه قوس قزح، أعجبني كثيراً. ما أفضل شيء يمكنك فعله؟ سأجري اتصالاً. مرحباً، أجل بحاجة إلى المساعدة. إحي، ماذا يحدث؟ أرسم نجماً؟ بوف، سهل. هذا سهل بالنسبة للمحترف مثلي. شاهدوا وتعلموا، كنت أفضل المزيد من التحدي. انتهيت، صفقوا لي الآن. أعلم أنا موهوب. أوه، هل انتهيتم؟ أوه، رباه، أنت تحفة فنية، أنت ملهمتي. أوه، أنت، يمكنني رسمك كل يوم. أوه، هل علي أن أذهب؟ لم أرى من قبل جمالك هذا. هذه لك. أنت رومانسي جدا. أشعر بالإلهام وأنت معي. ها
هيا بنا. هاي عودة رسمتي. سنبدأ التحدي التالي. رأيت الكثير من التفاح خلال اليوم، أعرف كيف أبدأ، والسر هنا رسم دائرة مثالية. لكن أين سأضع عودها؟ أخذت الدائرة مساحة الورقة بالكامل. سأعود إلى نقطة البداية. يمكنني الاستعانة بشيء ملهم. مهلاً، أرى تفاحة مثالية. يبدو أنها مشغولة. سأذهب، سأنفذ مهمة التفاحة بالكامل. أنا مزودة بالسلاح ومستعدة، كل ما أحتاج إليه هو قص التفاحة. ماذا تفعل آني؟ توقفي، اجلسي مكانك. عذراً. يا إلهي، كان ذلك وشيكاً. أعتقد أنني سأرسم الشيء الذي أعرفه، مثل كلمة أبل، إنها سهلة. P-P-L-E. مهلاً، إن قسمت الكلمة على 5، هو التفاحة. سأقترب من تحقيق هدفي. حسناً، سأجعل 5 أكبر حجماً. من كان يعلم أن الرقم قادر على صنع نصف تفاحة؟ لم يعلم أحد أن الرسمة بدأت برقم، خاصة عند الانتهاء من تلوينها. سأمزج الألوان جيداً لتصبح أجمل. لن أنسى رسم العود. سأرسم القليل من الظل أيضاً، وبضع تفاصيل أخرى صغيرة. وتبدو هذه التفاحة جميلة كثمرة حقيقية. ما رأيكم؟ تدا، انتهيت. وأنا أيضاً. تبدو كتفاحة حقيقية. وهذه تافهة. حسناً، هذا لا يحتاج إلى تفكير. برافو آني، لقد فزت. مرحة. أتمنى لو كانت لدي تفاحة حقيقية. وأنا أيضاً. التهم أحدهم هذه التفاحة بالفعل. لحسن الحظ تفاحتي طازجة. اضغطي الزر هذه المرة يا سكاي. حسناً، ها هي العجلة. لنرى ما سنحصل عليه لهذا التحدي. يونيكورن، ألست متحمسة للغاية؟ هذا جديد، عليك ارتداء عصابة عين يا لاكسي. حسناً، بما أني سأرسم عصابة العينين، سأكون يونيكورناً على الأقل. أجل، سنزين بسكويتاً على شكل يونيكورن. يا له من أمر ممتع. المآزر مجدداً. حسناً، أظنني سأضع عصابة العين الآن. سكاي، إلى أين ذهبت؟ ولكن ما ذلك هناك؟ أجل، ها هو البسكويت، سأخذه. حان وقت الأكل. لاكسي، لا أظن أنه يوجد شيء هناك. مهلاً لحظة، ماذا حدث للبسكويت؟ لقد اختفى. إنه مفقود؟ أين ذهب؟ لم أتمكن من رؤية شيء بالطبع. سأحصل على بسكويت جديد، ولكن سألقي عيني على لاكسي. حسناً، من الأفضل أن نبدأ بتزيين الكوكيز. حسناً يا لاكسي، سأساعدك لتبدأي. هذه الزينة البيضاء. رائع، شكراً يا سكاي. من الأفضل أن أبدأ، سيكون هذا صعباً. سأبدأ بتحديد الشكل الخارجي للبسكويت. ها نحن ذا، والآن سأملأه بالمزيد من اللون الأبيض. حسناً، أظن هذا جيداً. أراهن أنه يبدو رائعاً. مذهل، يبدو رائعاً حقاً على ما أعتقد. المزيد فحسب وسأنتهي. البسكويت مغطى بالكامل. والآن سأستخدم فرشاة الرسم وبعض الزينة الذهبية. سأضع القليل في الأسفل وعلى الأذن. حسناً، لا يمكنني أن أنسى القرن طبعاً. والآن أحتاج إلى إضافة عينين لليونيكورن. أحتاج إلى بعض الزينة الحمراء الآن. أحتاج إلى فتحتي أنف على شكل قلب. أظنني بارعة في هذا فعلاً. حسناً، أحتاج إلى هذا اللون. أي لون هذا؟ لا أعلم، ولكن اليونيكورن يحتاج إلى عينين، وسأغير اللون مجدداً. علي رسم فتحتي الأنف. أعلم أنه يبدو رائعاً. أجل، لقد انتهيت. وماذا عنك يا سكاي؟ كلا، ليس ما توقعته إطلاقاً. حسناً، كنت معصوبة العينين، لذا فما حدث قد حدث. أريد تقبيل أنفه. إنه لطيف جداً، وأنت محقة. قبولات للأبد. على الأقل حصلت على قرني الخاص. هذا هو رسم الدب المخيف. مفهوم، سترسمون دباً. أعرف كيف أجعل الأمور أكثر إثارة. أشعر بما تشعر به يا ديفيد. املأ لي كوبي. القليل لك والقليل لي. أهلاً بك.
رائحته شهية. لا أراكم ترسمون شيئاً. حلقتان من الماء. هذا سيء. ربما يمكنني فعل شيء بهما. هذا ما نسميه بالمصادفة الجميلة. سأضيف بعض الأشكال وستتحولان إلى شيء رائع. سأضيف الآن الأذنين الجميلتين، ثم سأنتقل إلى الجسم، ولن أنسى الذراعين. سيجعله الوجه مفعماً بالحياة، ترين؟ واختيار الألوان مهمة سهلة، خاصة إن كان اسمه الدب البني. إنه يشبه دبدوبي من طفولتي. ستمنحه هذه الخطوط مظهراً يشبه الفرو. سأضع منها على الساقين أيضاً. ممتاز، إنه جميل. دعوا الأقلام يا أولاد. يا إلهي، رسمنا دببة جميلة. يفكر العلماء بالطريقة ذاتها. واو، من كان يدري أن العلوم ممتعة إلى هذا الحد؟ أوه، وصلتني رسالة. أو لا، نسيت عيد ميلاد جينا ويجب أن أحضر لها هدية. لابد أن هناك شيء ما يمكنني استخدامه. هذه هي البداية، والآن يجب أن أجد هدية. هاي، يمكنني استخدام هذا الشريط. سيؤلمني هذا لاحقا. حسنا، حان وقت الإبداع. جيد، هكذا مذهل. لكن ماذا سأضع بداخلها؟ دمية؟ دمية أخرى؟ هذا ما أريده بالضبط. كلا، أزهار؟ هذه فكرة جيدة. ما أجملها. من أين أتى هذا النحل؟ تعرضت للاسع. لا يمكنني المخاطرة، والآن هذه فكرة جيدة. هل تمزح معي؟ مستحيل. هيا فكر. وجدتها. سأصنع لها دفتر يوميات. سأبدأ باستخدام دفتر ملاحظات عادي، ثم أفتح الغطاء الخلفي وأضع خطا رفيعا من الغراء على الحافة. سأفعل هذا على جانب الصفحة وعلى الجزء السفلي منها. والآن أحتاج شريطا ورديا. سألصق الشريط بالغراء وأكرر هذا مع عدة أشرطة وردية على الجزء السفلي من الصفحة. وعند الانتهاء سأستخدم شريطا أخضر. سألصق الأشرطة الخضراء على جانب الصفحة، لن أترك أي فجوة. والآن سأغلق دفتر الملاحظات وأطوي الشريط الوردي فوق دفتر الملاحظات، ثم أدخل الشريط الأخضر أعلى وأسفل الشريط الوردي. سأواصل فعل هذا على طول دفتر الملاحظات بجميع الأشرطة للحصول على تأثير الشبكة. ثم أفتح دفتر الملاحظة وأضع خطا من الشريط اللاصق على الجزء العلوي من الصفحة، وأطوي الشريط الزائد فوق الغلاف وألصقه بالغراء. يجب التأكد من التصاقه جيدا. ثم أضع الغراء على الحافة وفوق الجزء العلوي من الشريط. يجب أن أفعل ذلك على 3 حواف. والآن سأضع قطعة ورقية فوق الغراء وأضغط عليها لتلتصق جيدا. وهكذا حصلت على دفتر يوميات يدوي الصنع. آمل أن تحبه جينا. أنا مستعد لعيد ميلاد جينا. أحضرت لك شيئاً. واو، ورق مقطع. شكراً لك. حقاً؟ انظري في الصندوق. واو، رائع. شكراً لك، أنت الأفضل. أعرف. هيا ترين ما أرى؟ يا إلهي، يملك أسناناً طويلة جداً. لا، أصبح أكبر بكثير. لا تقلقا، لن يؤذيكما. أشعر بالراحة الآن. لكنه الإشارة لتحدي الرسم التالي. حسناً، إذن كتب على ورقتيكم الرقم 5. أعرف ما علي فعله بهذا. سأضيف بعض الخطوط لهذا الجزء والقليل من الخطوط المتعرجة على الظهر، وسأرسم له عيناً ولن أنسى الأسنان. سيحتاج أيضاً لساقين وذراعين ليتجول في الأرجاء. حان وقت تلوينه، أريد أن يكون مخيفاً. بقي القليل وسأنتهي. أجل، يبدو رائعاً. انظر إلى ورقتك. هاي. هيا، ألا يمكنني اختلاس النظر قليلاً؟ هاي، مهلاً، قلم رصاص سيساعدانني في حل هذه المشكلة. أحتاج إلى القليل من التعديل هنا وبعض التغييرات هنا أيضاً. شكلت ممحات هذين القلمين، قلب على نهاية هذا القلم ونجم على نهاية الآخر. سأقلب الورقة لاستخدام هذين القلمين، وسأعود إلى قلم المخلص لرسم شكل بيضة. سأستعين بالممحتين وسأغمسهما بطلاء. حان وقت التربيت. حسنا، توقف، أريد رؤية ما رسمتما. هذه رسمتي، أمل أن تنال إعجابك.
وهذه رسمتي لكن لم يفقس الديناصور بعد. ماذا؟ لا أعلم إن كان هذا صحيحاً. أوه، رسمتك رائعة وأنت الفائزة. أنا؟ حقاً؟ شكراً جزيلاً. رقائق البطاطس وستصبح شهية أكثر عند مشاركتها معك. صديقتي، البيضة التي رسمتها جميلة حقاً. شكراً لك. لا مثيل لقليل من التنظيف في الربيع. متى كانت آخر مرة نظف فيها هذا؟ ركزي، هل تسقطين الفتات؟ انتبهي. لا يمكنني أن أرى ما يحدث. جولي، انظري إلى الشاشة. كلا، ماذا سيفعلون؟ لا أتحمل التشويق. برفق يا رجل. اللاعب 456 يخسر بالتأكيد. هذا التشويق يجعلني جائعة للغاية. لقد كنت تشاهدين هذا لفترة. متى كانت آخر مرة استحممت فيها؟ تحتاجين إلى هذا. هذا أفضل قليلاً. هتعلمين؟ حان وقت قليل من الزينة. ورقة قصدير واحدة في الطريق إليك. ها هي، لكننا لم ننتهي. استخدمي الغراء الأسود لتتبع شكل الرأس. فور انتهائك، حاول محاكاة الشكل بالخشب. واستخدم هذه الأربطة هكذا. واستخدم الدباسة للصق كل شيء معاً. هذا مثالي، ينبغي أن يلائم رأس القصدير. ثم استخدم الغراء الأسود لصنع القناع. يتطلب هذا الجزء الكثير من الصبر. انتهى ربع واحد بعد هذه الخطوط المتقاطعة. أخبرتك بأن الأمر سيتطلب صبراً. الآن إلى الجانب الآخر. يمر الوقت بسرعة شديدة. أترى؟ حان وقت الأبيض الآن. هل يبدو مألوفاً لك؟ إن شاهدت لعبة الحبار فستعرف ما هذا بالضبط. مخيف، أليس كذلك؟ تبقت حلقة واحدة فقط، ركزي. مرحباً. ماذا؟ هل هذا؟ مستحيل، لا تؤذيني. لا أود اللعب. نلت منك. هذا رائع للغاية. أنا موهوبة فحسب. يبدو حقيقياً للغاية، أليس كذلك؟ إنها حرفتي الصغيرة. جولي، انظري، هل صنعتها أيضاً؟ لا أعلم من تكون. إذن فمن هذا؟ اهربي بسرعة. على السنجاب أن يعيد مثلجاتي. لا تأخذ مثلجات روكي رود. حسناً، حان وقت بعض التلوين. أنا فنان، أنا الأفضل في الفن. التلوين ممتع للغاية. كلا، نثرت الألوان على حاسوبها. أعرف ماذا سأفعل. سأنظف. انتظروا، إنه يتلصق. كلا، لقد زادت الفوضى. لقد تلون بالوردي. ستغضب مني كثيراً. لقد استيقظت. ماذا تفعل؟ لماذا تحدق بي؟ تصرف بغرابة. غريب حقاً. انتظر لحظة، حاسوبي، ماذا حدث له؟ لقد لونته بالوردي. ما هذا هناك؟ شفاط؟ انتظروا، يمكنني إنقاذ الموقف. حسناً، ها هو حاسوبي المسكين الملطخ. أحتاج إلى المزيد من الطلاء. هذا صحيح، أكثر وليس أقل. أبيض وأصفر أيضاً، وبعض الأجواني، وربما القليل من الأصفر المائل للبني. حسناً، أنا جاهزة الآن لاستخدام الشفاط. سأبدأ في النفخ على هذا الطلاء الآن. سأستخدم الهواء لدفع الطلاء على الحاسوب. علي الاستمرار، أحب الألوان المختلفة. الأنماط والملمس تجعله رائعاً. رائع، تحول إلى عمل فني رائع. يجعلني أفكر في أمواج المحيط. لا يمكنني أن أصدق كما أصبح جميلاً. رائع، انظروا إلى حاسوبها، رائع للغاية. جميل، سينال إعجاب ماثيو. أو ربما لا، يجب أن أصلح هذا. رائع، لا أملك ممحاً. لا بأس، لابد أنها في المقلمة. أين هي؟ أعرف أن لدي واحدة.
مهلاً؟ جينا، هل يمكنني استخدام ممحاتك؟ أرجوك. بالطبع، تفضل. أوبس، عذراً. شكراً، أنا ممتن لك، هذا ما أحتاجه. ما زالت لدى ماثيو، سأذهب لرؤيته، سيتفاجأ. يعيش ماثيو في مكان بعيد، على الأقل لست بحاجة للاستحمام لاحقاً. كان علي إحضار معطف. أنا متحمسة لرؤيته. ماذا؟ تبدين اليوم فائقة الجمال. لا أصدق، وبممحاتي. فظيع ماثي الغبي، كيف فعل ذلك؟ لن أعطيه ممحاتي ثانية. ماذا سأفعل؟ جينا، ها؟ منذ متى وأنت هنا؟ استخدمي المبراد. كيف؟ لحظة، عرف، شكرا لك. كان علي التفكير بهذا مسبقا. سأقلب المبراد بهذا الشكل، ثم سأغطي الجزء السفلي منها بالغراء. سأقوم بملئها بالكامل، ثم أنتظر إلى أن تجف. سيفي هذا بالغرض، سيمسح الغراء أثر قلم الرصاص. ممتازة، سأنهي رسمتي الآن. ها؟ ظننت أن بإمكاني تقديم المساعدة، وأحضرت لك هذه. واو، هذا لطف منك، أعتذر. يا بنات، لندير العجلة الآن. هل سنرسم يداً؟ هذا مثير للاهتمام. عندي فكرة، انظري لهذه اللمبة. ماذا حدث؟ معس كهربي بسيط. هل هذا ظل يدي؟ خطرت لي أفضل فكرة. هذا أفضل. عادت الكهرباء وأنساتي سادتي. سأرسم يدي الآن. سأحدد يدي أولاً، ثم سأحولها إلى طير صغير جميل. سألونه بقلم طباشير أبيض. لن ألون الجناح الآن. عظيم، سألونه الآن. يجب ألا أنسى قدمي الصغيرتين. لا أعرف كيف أرسم يدي. ها؟ يبدو هذا غبياً. أي شيء؟ لا أعرف ما سأفعل. ها؟ هذا ما أحتاجه. أوف، أخطأت التصويب. سأجرب هذا. سأحدد يدي بهذا الشكل، ثم سأحولها إلى كلب ظريف. لم تعد الرسمة تبدو كيد الآن. انظر إلى لسانه الكبير. سألونه باللون البني. انتهى الوقت. انظري إلى هاتين التحفتين الفنيتين. هل كانت أيديكما منذ البداية؟ هذا لا يصدق. يبدو طائرك مذهلاً. رسومات رائعة بالفعل. مثالية. كيف سأختار الرابحة؟ كلا الرسمتان أجمل من بعض. ما مؤنث حكمان؟ حكمتان للرابحتين. هل ربحنا الجولة بالمناصفة؟ دير العجلة مرة أخرى. التحدي هذه المرة؟ مرحى لنلعب. حسناً يا أوليفيا، انظري في الاتجاه المعاكس لإصبع كلير. أسرع قليلاً الآن. أوه، كنت قريبة للغاية. أنا دوري. لنبدأ. يا إلهي، لم يدم ذلك طويلاً. جولة أخرى؟ حسناً. لا تتبعي إصبعي، مفهوم؟ نعم. هذا
لقد خسرت. نحيني جولة أخرى توصل إليك. حسناً، لكن ستكون آخر محاولة. سيستغرق الأمر بعض الوقت. أوه، ماذا هذا التحدي؟ صعب للغاية علي. لا أعرف. لا تتبعي الإصبع، تذكري ذلك. أنت جادة؟ أحتاج إلى استراحة. مرحباً، هل يفترض أن أقوم بشيء؟ حسناً. حان دوري في هذه الجولة. أمل أنكما تشعران بالعطش. حسناً، سأضغط الزر هذه المرة. أتساءل ماذا ستختار هذه المرة. شجرة؟ لم أتوقع هذا إطلاقاً. مهلاً، بلا يدين مجدداً. لنرى ما سيعطينا السحر لهذا التحدي. أظن أن لدينا زجاجة حبر وقشة. حسناً، أظنني سأبدأ. حان الوقت لإظهار براعة مرفقي. عمل رائع، والآن لنفتح زجاجة الحبر. من الرائع أن القشات معدة للفم فعلاً. حسناً، والآن علي استخدام هذا لأحصل على بعض الحبر. إنها تنجح. ماذا يفترض بي أن أفعل بهذه القشة؟ كلا، إنها تحتسي الحبر. توقفي، إنه حبر وليس صودا. ماذا؟ ظننت أنك تحتسينه. أنا أرسم بالطريقة الوحيدة المتوفرة لي. علي الاستمرار في نفخ الحبر في الاتجاه الذي أريده. لا أصدق أنك فعلت كل هذا بالقشة في فمك. لماذا لا ينجح هذا؟ ربما علي النفخ بقوة أكبر. هيا هيا أيها الحبر الغبي. مهلاً، ما الذي على وجهي؟ مقزز، لقد تلطخت بالحبر. لماذا تبكي؟ إنها في حالة مزرية. مهلاً، أتوقف. لماذا؟ انظري، لدي هذا الطلاء الوردي. سأضع خطاً من هذا الطلاء وخطاً من لون آخر أيضاً. حسناً، والآن لدي خطوط الطلاء. أحتاج الآن إلى مسحة قطنية. سأغمسها في اللون الوردي الفاتح، والآن شاهدي. وسألمس بها أغصانك من الحبر الأسود. هل ترين؟ تبدو كالأزهار، كبراعم صغيرة تفتحت في الربيع. أليست جميلة؟ رائع، لقد ساعدتني على جعل شجرتي مميزة أكثر. أنا سعيدة لأننا عملنا على هذه معا، وأنا أيضا إنها جميلة. هل لديك فكرة رائعة لعمل فني لكنك لست متأكداً كيف تبدأ؟ لا تقلق، لدينا بعض الحيل البسيطة المفيدة لتحويل الأفكار العادية إلى أعمال فنية حقيقية. والآن لنطلق العنان لخيالنا. حسناً يا رفاق، وقت النزهة. تناولوا طعامكم المزيف. أشعر بالملل. هاتف أختي. لا يمكنني فتحه. كل ما أحتاج إليه هو وجهها. برفق، لا تستيقظي. أعطني وجهك. يجب إظهار مقلدي عينيها. يبدو الشريط اللاصق قويا. سأفتح جفنيها بدون إيقاظها. لن أنسى العين الأخرى. ها هما ذا. سأفتح قفل الهاتف أخيرا. ما زال الأمر لن ينجح. ليت وجهها بدأ طبيعياً أكثر. هيا أغلقي فمك. ما خطب فمها؟ فلتبقى مغلقاً. أيمكنك ذلك؟ كف عن الحركة فحسب. حسناً، هذا لن ينجح. مهلاً، سأستخدم قطعة الورق الشفافة هذه. سأضعها على وجهها وسأتتبع وجهها بأكمله. ففي النهاية يتعرف الهاتف على الشكل العام للوجه. إنها ثابتة على الأقل. علي إتقان تتبع شكل فكها. مثالي، إنها لوحة فنية. أيمكنني مساعدتك؟ لما يد هذا مألوفا جدا. إن أردت حقا رسم وجه فاستخدمي صورة. أبعدي يديك، سأريك كيف تفعلين ذلك.
أولاً أحضروا الأقلام خاصتكم. اصنعوا شيئاً كحرف H الإنجليزي. أترون أصبح جاهزاً. ابدأوا بالتتبع هكذا. وسيرسم شيء نفسه على الجانب الآخر، فهو يتبع حركاتكم، أترون؟ لا يحتاج الأمر إلى جهد يذكر، ولن تحتاج أدوات فنية أخرى. يبدو الرسم دقيقاً، أليس كذلك؟ وكأنك تنظرين إلى مرآة. أنتِ! نجح الأمر، أراك لاحقاً. مهما فعلتِ، لا تقرأي رسائلي النصية، ولا تنظري إلى صور الكاميرا خاصتي. تنانها هو التحدي التالي. إنها مجموعة طلاء مع إسفنجات المكياج. إنها طرية للغاية. ربما علي تعديل مكياجي. أحتاج بالتأكيد إلى بعض التعديلات. أجل، وأنا كذلك يا سكاي. انظري، العجلة. انظري، توقفت عند إسفنجات المكياج. أجل، ولدينا هذه اللوحات الطويلة لنعمل عليها. حسناً، هذه جاهزة للاستخدام. والآن الأيدي. أوبا، بلا يدين لنا هذه المرة. حان وقت التلوين. أوه، رأسي. أوتش! حسناً، علينا أن نكون أكثر حذراً. حسناً، لقد أخذت القليل من الأصفر على الإسفنجة. والآن سأطبطب بها على لوحتي وأحاول رسم خط مستقيم. وبالتلوين على هذا الطرف من اللوحة. والآن سأضيف البرتقالية إلى الأصفر الذي استخدمته. حان وقت الوردي الفاتح، وأحتاج إلى لون البحر الفيروزي هذا. هذا ممتع نوعاً ما، أليس كذلك يا لاكسي؟ أحتاج إلى الأخضر في هذه المنطقة. علي مواصلة مزج هاتين الدرجتين من الوردي معاً. نجح تأثير التدرج بشكل رائع. مذهل، جميل فعلاً ومهدئ. لقد انتهيت، كان ذلك عملاً شاقاً. عجباً، هذا مختلف كثيراً عما رسمته. حسناً، انظري إلى ما صنعته. لاكسي، انظري إلى لوحتي. أجل أجل، إنها رائعة يا سكاي. ولكن عجباً. أجل، شكراً، كانت النتيجة مثل ما تخيلت في فكري تماماً. حسناً، والآن لا أعلم كيف أشعر بشأن لوحتي. لا تحزني، يمكننا جعل لوحتك أكثر روعة. سنستخدم هذه الزهرة، سنضعها بوجهها للأسفل على لوحتك. والآن سنضع بعض الطلاء الأبيض على الإسفنجة. عجباً، لنضع واحدة أخرى هنا. مذهل يا سكاي، لقد جعلتها أفضل. أحببت لوحتي الآن. انظروا إلى نمط الزهور، إنه جميل للغاية. العفو، تسرني المساعدة. واو، هذا عالق في أنفي. إنه مطاطي. مرحبا، تفضلي بالجلوس يا أيلي. أو حسنا، لا تنظري إلي، تبدو ودودة. هذا اللون مناسب لي. أتشي. حسنا أيها الطلاب، افتحوا الكتب. هل علي فعل ذلك؟ لدينا اليوم درس مثير. أجل صحيح، أحب دفتر ملاحظاتها. علي تدوين الملاحظات. قلمي جميل للغاية. أتمنى لو كان لدي أغراض جميلة. كل ما لدي ذو مظهر ممل للغاية. هذا ليس عدلا. ماذا يحدث هنا؟ مهلا، ما المشكلة؟ أحسدها على قلمها. دعيني أرى، قلم أنيق، ربما يمكنني المساعدة. حقا؟ سأجدد مظهر قلمك بهذه الحيلة البسيطة. سأزيل أجزاء القلم وأملأ الغطاء بالغراء. يجب ألا أحدث أي فوضى في هذه المرحلة. هذا كاف، والآن سأسكب المادة البراقة ثم أعيد الحبر إلى الأنبوب وأثبت ريشة الكتابة. والآن وداعا للأقلام المملة. جميل، أليس كذلك؟ واو، رائع. ولن أنسى هذا الصغير. أوه، ما أجمله. شكرا. مهلا، أشعر الآن براحة أكبر. واو، تبدو عصرياً للغاية. سأخذ هذه. لن تصلح، أنت بحاجة إلى تغيير في مظهرك. أشعر وكأني ولدت من جديد. كيف فعل ذلك؟ لا يهم، أحببت هذا فعلاً. أنت معلمي المفضل. أنا أؤدي واجبي فحسب. هذا مذهل. ماذا؟ واو،
أحببت مظهرك الجديد. أريد أن أقدم لك شيئا. حقا؟ لي أنا؟ شكرا، أنت أعز صديقة لدي. سيلفي، أحب هذا الفصل. يجب أن أبدل ملابسي. إذن درس اليوم. حسناً، يبدو هذا المكان مناسباً. حقاً، لديكم الأشجار والطبيعة. ازداد حماس المنافسة. يمكنك المراهنة على ذلك. لا أعرف. ماذا؟ توقف عن النظر إلى رسمتي. لا يهم، حسناً، سأكون هنا أيضاً. ما الذي يمكنني رسمه؟ وجدتها، إنه لطيف. أمل أن ديفيد لم يرى. لقد رأيته أولاً. فليفز أفضل رسام طيور. بعض الدوائر المرسومة بمهارة تحقق نجاحاً كبيراً. عليكم أن تعرفوا أين تضاف الخطوط. رائع، أليس كذلك؟ لكن بعض الألوان ستجعلها زاهية حقاً. يدل الأصفر على السعادة، أليس كذلك؟ إنه مثالي لرجل مبهج. وماذا عن بعض الأخضر؟ درجة لون مسالمة، وسأضيف بعض الأزرق ليجذب أعين الناظرين. التلوين عند الحواف أولاً هو أفضل خيار دائماً. يجعل عملية التلوين منظمة، أليس كذلك؟ كدت أنتهي؟ تبقت بعض اللمسات النهائية. وهكذا ينجز الأمر يا رفاق. عمل فني حقيقي، ألا تتفقون معي؟ أجل، أنا سعيد بالنتيجة جدا. ما هذا؟ احتجت إلى يد إضافية. اتضح أن اليد هي كل ما تحتاج إليه. حسناً، اليد وبعض النقاط والخطوط الموضوعة بشكل استراتيجي. هل يمكنك رؤية وجه الطائر؟ لا تقلق، سيتضح قريباً. ستكشف هذه الأغصان الأمر. وها هما قدماه الصغيرتان اللطيفتان. سأضع قليلاً من اللون الأخضر. أظن أنها رسمة تمدك بالسلام. هل يمكنكم رؤية الطائر الآن؟ أنا مبدعة حقاً، أليس كذلك؟ حسناً، إن أردت رؤيتها فعلاً، ليست شديدة السوء. أظن أن الرسمتين رائعتان. هل نسأل المعلم؟ حقاً، أمل أنه بخير. يبدو أنه غفى سريعاً. استيقظ! لقد انتهيتما، أليس كذلك؟ عمل رائع. والآن أمهلاني 5 دقائق. حسناً أيضاً. صباح الخير يا جولي. أليس كوبي الجديد رائعاً؟ إنه لطيف للغاية، هل يمكنني رؤيته؟ مستحيل، يا ذات الأصابع الزلقة. حسناً، علي العثور على مكان للاحتفاظ به فيه. هذه الأرفف مرتفعة للغاية. لن تصل جولي إلى الأعلى هنا، ولا حتى وهي ترتدي كعباً عالياً. أراك لاحقاً. إنها لا تنظر، أليس كذلك؟ حان وقت سرقة الكوب. أصل، يمكنني الشعور به تقريباً. أجل، كلا، لا أستطيع تصديق ذلك، ستقتلني. علي إخفاء الدليل. ننظر هنا على أي حال. قلم طباعة ثلاثية الأبعاد، ربما يمكنني إصلاحه. ابدأ بتحديد الشكل بالقصدير. بعد تغطية القطعة بأكملها، دعها تجف ثم انزعها. تتطلب الخطوة التالية إبداعاً. لنبدأ بقلب أحمر كبير. لا تنسوا أن يكون ملائماً للحجم تماماً. اصنع خطوطاً من أعلى لأسفل. وها قد انتهينا. علي أن أكون هادئة للغاية. لنرى. هذا الكوب لطيف للغاية. بالسباحة برفقة الأسماك. هذا رائع، تتدفق الأفكار في رأسي. هذا لا ينطبق علي.
كيف يمكن لجينا أن تكون مبدعة في رسم الأسماك؟ هاي جينا شبح. خذي. ماذا؟ أنت فعلت هذا يا ديفيد؟ لن تثبط من عزيمتي. يمكن للفنان الحقيقي صنع أي شيء من لا شيء، ويمكن لهذا التصميم أن ينجح فعلا. كل ما علي فعله هو التفكير خارج الصندوق أو خارج حوض السمك في هذه الحالة، ولا يجب أن تكون جميعها بنفس الشكل لكنها بالطراز ذاته. أترون؟ الألوان تجعل السمكة أكثر جمالا ومفعمة بالحياة. أترون كيف أستخدم تقنية الخطوط؟ سأملأ القشور بهذا الشكل أيضا. تحافظ الخطوط على الرسمة مرتبة. والآن سأستعين بتقنية ذاتها لتلوين السمكة الثانية، لكن بتصميم مختلف. يجب أن أغير الألوان هنا، وستكون هذه السمكة بلون أصفر، والقليل من اللون الأرجواني سيجعلها مميزة أكثر. إنهما لونان مكملان لبعضهما البعض، لكن اللون الفيروزي هو المفضل لدي، لهذا احتفظت به لسمكة الأخيرة. اللون البرتقالي ملائم للون الأزرق. وماذا سأستخدم للون الأوسط؟ الأصفر بالطبع، إنها ملائمة لبعضها البعض. ما رأيكم؟ تلعب الألوان دورا كبيرا في هذه الرسمة وتجعلها جذابة فعلا. أصبحت الأسماك أجمل بهذا الشكل. كنت أنسى الفقاعات. انتهيت. أعطني هذه الأسماك. ربما ستعطيني المركز الأول. أعتقد أن كل شيء على ما يرام. ماذا عن رسمتك يا جينا؟ هل تعني هذه الأشياء الجميلة؟ رائع. يبدو أن الخطة جاءت بنتيجة عكسية. حان وقت تدوير العجلة. نعشق القلوب، ولدينا نماذج مثالية. 1، 2، 3، هيا. يا لوسامته، خذ رقمي. ديفيد الغالي، ديفيد؟ هذا الموقف محرج. لا تتشاجرا، لابد أن هناك طريقة لحل النزاع. مرحبا، سأضطر لفعل التالي. بعض السحر لم يعد وسيما. آسفة، إنه ملكي. هل بدأ بهذا الشكل دائما؟ أين كان عقلي؟ تبدو ابتسامته مختلفة. لا أحب انتقاد أشكال الآخرين. صحيح، يعني هل ذلك ديفيد؟ هل الشكل مرتب؟ أين؟ مغفلة، لا أراه. أين؟ اختفت ألواني. ماديسون، هل أخذتها؟ تصرف سيء. حاولي سرقة أغراضها الآن. هل تجمدت ماديسون؟ هذه ألواني، شكرا جزيلا. يجب أن أرسم قلبا، صح؟ لرسم قلب مثالي سأضعه وسط مستطيل، ثم سأضيف خطوطا بمسطرة. ستكون الخطوط في القلب منحنية. يمكن استخدام ألوان مختلفة. سأحدد القلب بلون غامق. والآن سأجعل كلا الجانبين متطابقين. سأستخدم اللون الأبيض لمنح تأثير لامع. قلبي ثلاثي الأبعاد جاهز. يمكنك التحرك الآن. لم أرسم أي شيء. رسمتك مذهلة يا آني، إنها رائعة. آسفة على سرقة ألوانك. لي؟ شكراً. طالما أن ديفيد بحوزتي. ربما إن أضفت المزيد هنا أو قليل من التضليل. لا أصدق أنني تأخرت. غبي،
ها؟ مرحبا، عذرا، أيمكنني الجلوس؟ حسنا، شكرا لك. ما الذي قد فاتني؟ انتباه. حسنا أيها الطلاب، حان وقت البدء. أسمعك بوضوح. يا إلهي، يمكنني رسم واحدة كهذه اللوحة، لكن ليس بالطلاء. علي العمل بهذا. قبلت التحدي. أوه، أمل أنني أحضرت ما يكفي من الأدوات. أتشو، معذرة. مهلا اللحظة، انظروا إنها ممحاة. لكن ماذا يمكنني أن أفعل بها؟ انظروا إلى كل أدواته، لديه مليون فرشاة وليس لدي أي واحدة. دعوني أفكر هنا. أتمانع مشاركة بعض الأشياء معي؟ ماذا؟ أشيائي؟ أها، طلاء؟ لا أظن ذلك. إنه أناني للغاية، أعتقد أنني بمفردي في هذا، لكن لدي فكرة عبقرية. لا تهتموا لأمري. المعلمة لا تنظر، صحيح؟ جيد، سأخذ هذا. ما الموجود هنا أيضاً؟ لا شيء. وجدت غنيمة، طلاء يا أعزائي. والآن سأعود إلى مكتبي. لقد انتهى من نصف عمله. لنبدأ ببعض اللون الأحمر، هل فعلنا؟ ومن دون أي فرشاة؟ بالأصابع إذن، لكن استخدام الأصابع يلقي ملمسا رائعا. هل تلاحظوا بعد أنه ببغاء؟ ضربات الألوان السميكة هذه تبدو كالريش، بدأ مظهره يتضح حقا. أترون؟ يبدو واقعيا للغاية. حسناً، أترك الفرشاة أيها الطلاب. جوستن، هل أنت مستعد؟ أعلم، إنه رسم جيد حقاً. حسناً، لا بأس به يا جوستن. لنرى رسمك يا غابي. لقد ارتجلت، لم أحتاج إلى فرشاة. لا أصدق عيني، هذا مذهل. أحسنت يا غابي. حقاً، شكراً لك. لا ضغينة بيننا؟ ها أنت ذا، ميزة كون المرء فنانا، أليس كذلك؟ وجدتها، رسمة واقعية. يا فتيات، هاي. عذرا، هل سنرسم يدنا؟ حسنا، لدي خطة. قد تنجح هذه اليد، لكن هذه أفضل بكثير. أجل، سأستعير هذه اليد. كل ما علي فعله هو تحديد هذه اليد. سأضمن الفوز بهذه الجولة. هاي، انظري. لحظة واحدة. حقا؟ حسنا، هذا ممتع بالفعل. في الواقع وجدتها، فتاة مهذبة. هاني؟ حسناً، هذا غريب. هل يوجد شمع هنا؟ أبعديها عني، فأنا أحاول الرسم. مهلاً، أتعلمين؟ قد تكون هذه مفيدة. الفن نابع من الإلهام وليس التقليد، وهذه الأصابع المثنية منحتني فكرة رائعة. الأظافر الحمراء هي الأجمل، أليس كذلك؟ إنها جميلة بالفعل. انتهيت. أين ذهبت؟ لا يهم. هاي، ارفع ما قمتما برسمه. حسناً. واو، كيف تمكنت من فعل ذلك؟ تبدو رسمتي قبيحة بجوار رسمتها. يا إلهي، هذا مذهل. لمن تلوح؟ ها هي جائزتي. يا لها من جائزة رائعة. أنا الملكة، هل تشعرين بالغيرة؟ أحسنتِ، لا تفكري بالأمر حتى. التحدي التالي هو رسم يونيكورن. رائع، أحب اليونيكورن. يشبه الحصان، أليس كذلك؟ لا أجيد رسم الحيوانات. ماذا؟ انظري، أنت
الكثير من النقود. إنها لك إن رسمتي لليونيكورن. سارة خيبت ظني. كلا ارسميه بنفسك. أنت الخاسرة، سأفشل في هذه الجولة. يبدو هذا محزنا. أعرف حيلة جيدة لعمل هذا. سأضع يدي على الورقة وأرسم حولها، ثم أضع تفاصيل. طريقة سهلة لرسم اليونيكورن. والآن سألونه. اللون الوردي هو المفضل لليونيكورن. أوه كم هو لطيف. سألون القرن أكثر. فعلت هذا بسرعة. انتهيت. أوه انظروا إلى هذا. لماذا أنت سعيدة للغاية؟ خطرت لي فكرة. سأقلد فكرة مولي، لكني سأجعل اليونيكورن ثريا. سيكون هذا قرنا مثاليا. الفن الجيد يكلف الكثير من المال. ما رأيك؟ حقا إنها كرسمتي بالضبط. أو لا، رسمتي أغلى ثمنا. يوهو أيتها المعلمة. أوه انظروا إلى هذا. أحسنتما صنعا. أنا فنانة. حسنا سأدعك تفوزين بهذه الجولة. أوبس. هل أنت مستعدة لتحدي التالي؟ صبار ستهزمين. أشك بذلك، أنت ستخسرين. هيا سيكون تحديا سهلا. سأحافظ على طاقتي مرتفعة. لن أتوتر، سأفوز حتما. انتهيت تقريبا. وأخيرا انتهيت. حددي الفرق بينهما. هذا صعب، أليس كذلك؟ ما هذا؟ شاهدي وتعلمي. سأمرر هذه الإسفنجة على قطعة الورق، ومن ثم أستخدم إسفنجة أصغر للأطراف. حان وقت رسم الأزهار. علي الآن إضافة بعض التفاصيل. ربما أضع لها إطارا فيما بعد. ما رأيك؟ حسناً، كلاهما بلون أخضر. لقد نجحت. لا تشكلين أي تهديد. واو، صبارة من الورق. أعتقد أن بداخلها حلوى. هناك طريقة واحدة لمعرفة ذلك. تضع هذه العصابة. حسناً، وقت العمل. انظري، إنها مذهلة. ها، هل قلتي شيئاً؟ أين ذهبت؟ مرحباً. لا بأس، هي الخاسرة. ماذا حدث؟ هاي، من أين أتت هذه الحلوى؟ تبدو أظافري مذهلة. من الصعب الحصول على المقياس الصحيح، لكنه ممتع. أجل، طبعاً. ما هذه؟ إنها سفينتي. لا يهم، سأركز على أظافري. حسناً، يجب أن أنهي هذا. أو لا، قلمي. ولا أملك مبرات. ماذا سأفعل الآن؟ ما المشكلة؟ كسر قلمي ولا يمكنني بريه. خذ هذا. أو حسناً، كيف تشعرين؟ كلا، استخدم لبري قلمك. أو حسناً، فهمت. سأمرر القلم فوق مبرد الأظافر. نجحت، انظري. يمكنني الآن إنهاء رسمتي. قلت لك، لدي فكرة. سأرسمك. مهلا، تمرنت على بعض الوضعيات. ما رأيك؟ فظيع. وجدتها، اذهبي إلى هناك. حسناً، أنا مستعدة. هذا أفضل. أشعر بأنني فاتنة. ضعي يدك على رأسك. هكذا؟ بالضبط. مذهل. كم تحتاج من الوقت؟ هاي، ها؟ أنا مستيقظة. ما رأيك؟ حسناً، بذلت جهداً لا بأس به. هذه أفضل رسمة لي. راك. أحب الرسم وليس الرياضيات.
هل يمكنك قراءة هذه المعادلة؟ رياضيات، أعرف ذلك. افتح طبقك. ماذا؟ حصلت على معادلة أيضاً. اسمع، يجب أن نجمعها معاً. وجدتها. هل هذا أنت؟ اسمعني، كلي آذان صاغية. هل يعمل مكبر الصوت؟ يا إلهي، هل يجب أن تصرخ هكذا؟ حسناً، فهمت. هل فهمت؟ سأحلها بنفسي مع القليل من سحر الفن. سأحول رقم 1 إلى زرافة. يا لظرافتها. ورقم 2 إلى بجعة بالطبع، لكن رقم 3 يتحول إلى فراشة جميلة، و4 إلى سمكة صغيرة. أليست رسمة إبداعية؟ هذه الرياضيات التي أحبها. أنت مبدع حقا يا كيفن، لم تعد هناك حاجة لي. هل تريد حل معادلتي؟ عمل الرسام لا ينتهي أبدا. شاهد وتعلم. مرحبا يا فرس البحر الصغير، هل تريد مصادقة هذا السنجاب؟ لأنه جارك الآن. ولرقم 7 سنعود إلى البحر. وأخيرا وليس آخرا، دبدوب ظريف. انتهيت، أنا بارع بالفعل. ألا تتفق معي؟ إنه غارق في النوم. استيقظ. هل انتهيت؟ طبعاً. أحسنت، أنت بطل الإبداع، بيكاسو العصر الحديث. ابتسم للكاميرا. هذا قلب حب، إنه لطيف جداً. من سيدير العجلة؟ أنا رائع في حرب الإبهام. هجل، لقد فزت. كنت قريباً من الفوز. أرجوك لا تكن خياراً صعباً. بلا ورق، ولكن كيف أرسم؟ أظن أن عليك اكتشاف ذلك. انظر إلى هذا. سأبدأ برسم خط في المنتصف، ثم خط آخر، ثم بعض الخطوط في الأعلى والأسفل، والآن على جانب القلب. القلم الرصاصي رائع لرسم الخطوط التوضيحية قبل أن نستخدم الحبر. حين تنتهي من الشكل الأساسي، استخدم منحاتا لإزالة الخطوط التوجيهية حول الحواف، ثم أنسق قلم الحبر واتبع الخطوط. يصنع هذا تأثيرا ثلاثي الأبعاد. والآن سنضيف الألوان. تذكروا أن تلونوا داخل الخطوط. حين تنتهوا، أضيفوا الظلال حول باطن الأطراف. القلم الرصاصي العادي مناسب لذلك. أضيف الظلال إلى أي مكان قد يقع فيه الظل أو حيث تظن أن الضوء سيكون مختلفاً. إنها طريقة مختلفة لرسم قلب الحب، ولكنها تبدو مثيرة للإعجاب. لقد انتهيت، ما رأيك؟ واو، أعني لا بأس. ماذا يمكنني أن أستخدم؟ أعلم، يداي. الأمر بسيط للغاية، لابد من وجود شيء يمكنني فعله. لدي فكرة، قلب صغير، ما رأيك في هذا؟ إنه قلب. كلا، ليس كذلك. آسف. حسناً، وما رأيك الآن؟ استسلم فحسب. أعلم أن بإمكاني فعلها. هيا أيتها الأصابع، لا تخذليني. أظنني اكتشفت حلاً. أحتاج إلى قلم حبر أحمر. سأضع إصبعاً فوق الآخر، ثم أرسم قلب حب. ثم استخدم قلم حبر أحمر لملئه ببساطة. أعجبني، أم هل أقول إنني أحببته؟ ولكني لم أنتهي بعد. سأضيف وجها مبتسما، وستحتاج إلى آخر للحصول على حب حقيقي. يا للرومانسية، انظري. حقا، إنه لطيف فعلا. انتظر، خطرت لي فكرة. لا تفسدي الرسمة، ستكون رائعة. ها هي داه، إنهما يتعانقان. أظنني سأبكي، إنها رسمة لطيفة للغاية. كدت أنتهي من ترتيب طعامي. كلا، إنه يقع. يا للهول،
أنا سيء في هذا. انتظروا، هل هذه الألوان بالأعلى؟ أجل، إنها ألوان ولوحة فارغة، فقد تركتها هنا. سأقوم ببعض الأعمال الفنية. هل هي موجودة؟ لا أريدها أن تمسك بي. كلا، الباب مغلق، حان وقت التلوين. أحب اللون الوردي، إنه جميل. أنا بارع في الرسم. حسناً، لدي ما أحتاج إليه. ماذا يحدث؟ مرحباً، انظري، أنا ألون، أليست جميلة؟ حسناً، أظن ذلك. ماذا سأفعل؟ لقد أفسد اللوحة بالفعل. أجل، أظن أن لدي حل. حسناً، لدي اللوحة، حان الوقت لبعض الطلاء. سأستخدم نفس اللون، سأرسم حرف A الذي استخدمه. أحتاج إلى المزيد من الأزرق وبعض الأصفر، كل الألوان. حان وقت بعض التنظيف بالإسفنجة. أنا أمزح، أحتاج إلى الإسفنجة لأمزج كل الألوان. لا بأس إن لطخت الشريط اللاصق. اتضح أن المزج ممتع فعلاً، ولكنه يستغرق وقتاً طويلاً. ها نحن ذا، لقد غطينا اللوحة أخيراً بكل طلاء. ها أنا ذا، سأنزع الشريط اللاصق، ينزع بسهولة. رائع، تبدو مذهلة. رائع، هذا مذهل، أنت بارعة في التلوين. لوني واحدة لأجلي. ها جروي الصغير الجميل، إنه وسيم جداً. لما لا ترسمانا وأنتما الاثنتان حالاً؟ هو لنبدأ. وأنا خبيرة في الكلاب، إنه مجرد رأس وجسد وأربعة لقان، لكن يبدو هذا تافياً، أليس كذلك؟ أو سأجرب مجدداً. أعتقد أنه كلما كان أكبر كان ذلك أفضل. هو ما زال فظيعاً. كلا، فظيع أيضاً. هي ماذا؟ إيه دعي؟ هي، أعتقد أنه خطرت لي فكرة. سأستخدم يدي كدليل للرسم، لأنه بمجرد الحصول على الخطوط العريضة يمكنني الابتكار بوضع التفاصيل. صدقوني، ستكون النتيجة رائعة. سيمنحني هذا اللون لون الشوكولاتة البنية، ولن أنسى اللسان الوردي، سمة مميزة للكلب. تدا، هل يعجبك؟ التشابه مذهل. وأنت؟ أو أني؟ ماذا؟ لم ترسمي شيئاً؟ يعني هذا أن إيما هي الفائزة. تبدو هذه شهية، شكراً لك. كلاب من الشوكولاتة، سأبدأ بتناول هذا. يبدو لذيذاً وطرياً أيضاً. هذا ليس عدلاً. إذا يا عزيزتي، خذي واحداً. أو حقاً، شكراً لك. واو، ماذا تفعل هناك؟ حسناً، لدي طلاب الآن. ارسم يونيكورن. حسناً، ابدأ العمل. كانت فرشة الأسنان هذه في فمها. لا، هذا ما أفكر به. ابتعدي عني. حسناً، لا أريدها. مهلاً، خطرت لي فكرة، حان الوقت لرسم اليونيكورن. سأبدأ بالقليل من الطلاء الملون. ألوان وقوس قزح ملائمة لليونيكورن. الآن سأستخدم فرشة الأسنان هذه لرسم العرف. في الواقع لن أحتاج فرشة الأسنان للتخطيط لرسمتي. سأستخدم قلم التحديد. رسمت الأذنين والقرن، وسأضع له عينين أيضاً. أريني رسمتك. إنها حسناً. كلا، أنا لا أجيد رسم اليونيكورن. هذا سيء، ربما علي العودة إلى رسمتي. وجدتها. سأستعين بالعصا السحرية. ظهر الجزء المتبقي من اليونيكورن. أحببت شكله حقاً. أصبحت رسمتك جميلة حقاً. هاي، لا يزال بوسعنا إصلاح رسمتك، ولدي فكرة. سأضغط بورقتك على ورقتي. أترين، لديك رسمة الممثلة. معلمتي، انتهينا من الرسم. واو، أحسنتما، رائع، أنا مندهشة حقاً مما رسمتما. أجل، نجحنا وحصلت كل منا على جائزة. أهنئك. أي قلم رصاص أستخدم؟ الأزرق أم الأخضر؟ انظروا إليها، أحبك. سأراك لاحقاً في أحلامي. عجباً، حلزون، رائع. من سيدير العجلة؟ لقد فزت.
كنت متأكدة من أنني سأفوز. هيا بلا يدين مجددا. حسناً يمكنني فعلها. ها أنا دا، ربما يمكنني المساعدة. ها نحن دا. أنت مخطئة، لكن كيف ذلك؟ حسناً سأجرب. أغلقي عينيك. لماذا تتصرف بغرابة؟ حسناً لحسن الحظ أحمل عصابة للعين. كيف أبدو؟ رائعة. هذا أصعب مما يبدو. أنت رائعة، أعني إنك ترسمين بروعة. علي تقبيلها. انتظروا، لا يمكنني أن أنسى هذا. أتمازحونني؟ لقد أنفقت 20 دولاراً لشرائها. غبية. حسناً علي التصرف سريعاً. سألقيها خارجاً. من يحتاج إلى زهور ثمينة وفي يده قلم حبر؟ أرسم زهرتك الخاصة. إنها رومانسية أكثر بهذه الطريقة. تبقى الجذع وستنتهي. آمل أن تعجبها. لا فكرة لدي عما رسمته. إنها جيدة جداً، أعني إنه حلزون. لقد رسمت شيئاً لأجلي. أنت أجمل من أي وردة. أخجلتني، ولكن هذا رومانسي للغاية. أوه، هل تنتظرانني؟ سألف الدولاب. هذا ممتع. حسناً، قوس قزح. أنا بحاجة إلى الكثير من الطلاء. هذا سهل. سأرسم شكلاً منحنياً. حسناً، أصعب مما ظننت. لن ينفع هذا. في الواقع ربما يمكنني استخدام هذه. أعتقد أني وجدتها. سأخذ شريطاً ورقياً وأطويه بهذا الشكل، ثم سأرسم شكلاً لطيفاً وأرسم العينين. جيد حتى الآن. أنا مبدعة. هاي، كوني حذرة. أوبس، سيحسن هذا من رسمتها. حسناً، سألونها الآن. لن ألون العينين الآن. يا له من لون وردي زاهن. أريد طلاء أظافر بهذا اللون. سأجعل الطوق باللون الأصفر والعينين باللون الأخضر. يا له من قط سعيد. إنه يملك ابتسامة بألوان قوس قزح. سأريه لمولي. هذا مضحك. علي تنظيف الطلاء الذي سكبته سارة. لقد أصبح أسوأ. مهلاً، يمكنني استخدام هذا. يا لها من فكرة رائعة. لونت اللوحة باللون الأزرق. يمكنني استخدام الإسفنجة لرسم غيمة بيضاء. وسأسكب الطلاء البرتقالي. سأفعل شيء ذاته بالألوان الأخرى. هكذا انتهيت. هاي، انتبهي إلى وجهي. معلمتي، انظري. أوه، أريني يا مولي. لوحة مميزة وجميلة. واو، هذا مضحك يا سارة. أنا فخورة بكما. تستحقان مكافأة. قمنا بعمل مذهل يا سارة. لنفتحهما. إنهما مختلفان تماماً. لماذا حصلت على الكرفس؟ يا لجمالها. أو حقاً؟ وجدتها. ابق مكانك. يجب أن أحمي بدلتي. حان وقت الأكل. ها؟ انتظر لحظة. تفضل، أحتاج هذه القطعة فقط. سأسكب بعض الطلاء على الطبق وأحضر لوحة الرسم. سأغمس لب الكرفس في الطلاء ثم أطبعه على اللوحة. يبدو مثل زهرة الآن. فكرة ذكية، رسمت باقة كاملة بسهولة. يا لجمال لوحتي. أو ما الأمر؟ رسمت لوحة جميلة، انظر. لا أزال جائعا، شكرا. هل تريدها؟ أو ماذا تفعل هناك؟
أعرف، ماذا تفعل بهذه المناشف؟ مرحباً، ما زلنا هنا، تتذكرين؟ حسناً، جيد، هذا إليكما هذا الطائر. أوه، فلامينغو، سيكون هذا ممتعاً. طريقتي المفضلة، ستتبع يدي. جيد، والآن سأدور الورقة. هذا الطائر بحاجة إلى رأس طبعاً، وسأضع له منقاراً طويلاً. حسناً، العين جاهزة وحان وقت الجناحين. لن أنسى ساقيه طويلتين، والآن سألونه. يجب أن يكون بلون وردي جميل، سيكون أجمل عند الانتهاء من تلوينه. سواصل التلوين وواصل التلوين، بقي القليل فقط وانتهيت. لنرى، يجب التأكد من المقياس الصحيح. أي، وجدت طريقة لرسمه. إنه يشبه شيئا كهذا على ما أعتقد. حسنا، بالطبع هو فلامينغو. كنت بحاجة إلى ذلك الحمام المنعش، ماذا لديكما؟ ما هذا؟ دجاجة غريبة الشكل. حسناً، أعتذر، أنا مضطرة لموافقتها الرأي. رسمتك مذهلة، لقد فزت بتحدي فلامينغو، أهنئك. رائع، فزت بمفردي تماماً. لا تحزني، سأشاركك هذا، تفضلي. شكراً، سررت بهذا فعلاً.